السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية جميعا زملات زملائنا، ويعطيكم ألف عافية دكتورنا. خلاص إن شاء الله نبدأ الآن بإذن الله تعالى حتى نستغل الوقت. دكتور فادي، إذا الأمور جاهزة عندك تفضلوا تحكينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلابنا الأعزاء. قبل ما أبلش بس بدي أتأكد من الطلاب إنه هل الصوت والصورة واضحين؟ هل في مشاكل بالصوت أو بالصورة؟ أرجو إن بعض الطلاب يعلقوا على الشات بوكس. أنا عامل شير سكرين تمام، شكرا شكرا دكتور محمود. بدي هسه أسأل، أتمنى إنكم يعني حاضرين كويس، وأتمنى إنكم حاضرين كويس، و يعني إحنا أخذنا مراجعات، أخذنا حل أسئلة مادة نسيج التوليد ومادة الجراحة اللي هو امبارح وأول امبارح، اليوم نحل اللي هي دورة شهر 12 2020 مادة الباطني. هسه ال الأسئلة هاي مرة أخرى بذكركم طلابنا، هي النص الحرفي للأسئلة ما إجت زي هيك، الأفكار إجت زي هيك، أو المواضيع إجت زي هيك، فأنت الفكرة من قراءتك للأسئلة لازم تعرف الغاية أو الفكرة من الموضوع، أو شو الموضوع اللي إجى عليه السؤال، وإيش الغاية كانت من السؤال، أو شو الفكرة من السؤال. واضح؟ بهاي الدورة مثلا راح تلاحظ إنه الريسبيرولوجي ركزوا على الريسبيرولوجي كثير، الدورة هاي أنا لاحظت إنه الريسبيرولوجي كثير مركزين عليها، جابوا كثير أسئلة. جزء 7 أو 8 أسئلة كانت ريسبيرولوجي. فيعني شو اسمه؟ فيعني هاي الأشياء بدك تنتبه لها، مثلا موضوع الأزمة البرونكال أزمة إجى عليه أسئلة كثير في الدورة هاي. طيب نبلش في الأسئلة. مرة أخرى بذكركم كمان الأسئلة، إحنا أخذنا الأفكار من الطلاب، أخذنا أفكار الأسئلة أفكار الأجوبة وبنينا عليها الأسئلة. الأسئلة قد تكون بعض الأحيان الأسئلة إحنا حطيناها قد تكون أعلى من المستوى تبع الامتحان، أو قد تكون بعض الأحيان أقل من المستوى، وقد تكون نفس المستوى اللي بيجي بالامتحان. فبالنهاية هي اجتهاد منا، يعني مش إنه تأخذوها إنه 100% الأسئلة زي هيك بالامتحان، لا، قد تكون الأسئلة شوية مستواها أعلى وقد تكون مستواها أقل، لأنه بالنهاية هي اجتهاد، والواحد يمكن يصيب يمكن يخطئ في الاجتهاد. طب على كل حال طلعوا إنه أول سؤال 22 year old college student presented to physician at Jordan University Hospital complaining of fever. انتبهوا، من عمر 22 سنة، عندها فيفر حرارة، عندها severe sore throat، عندها التهاب في حلقة أو عندها ألم في حلقة شديد with enlarged tender lymph node. إذا انتبهوا من طلابنا، هون في عندي 3 شغلات. في عندي أنا أول شيء عمرها 22، إذا هي young age، young age male or female، ميل هو لانه هون كتب لك انه هي، فعنده فيفر حراره، انتبهوا فيفر حراره، وعندنا سور ثروت، يعني عندنا تونزلايتس او عندنا فارنجايتس اللي هو يعني عندنا ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن خلينا نعتبرها، وعندي كمان انلارج تندر لينف نود. الصوت مش شغال، في بعض الدكاتره بيعلقوا انه الصوت مش شغال، ارجو الطلاب تعلق على الشات بوكس هل في مشكله بالصوت. بعض الدكاتره بيعلقوا انه الصوت مش شغال. طلابنا اللي معانا، هل في مشكلة بالصوت؟ هل الكل سامعني؟ تمام دكتور عاصم، شكرا دكتورة سارة، تمام شكرا. طيب دكتور محمد، بدك تشيك عندك المشكلة، مرات بتكون مشكلة داخلية من عندك من الكمبيوتر عندك. طيب على كل حال، في فيفر ابر سبيراتوري انفكشن، عندنا كمان شو عندنا؟ لمف ادينوباثي في النك، واضح عندنا لمف ادينوباثي. بالضبط، بتأكد من السماعات عندك دكتور محمد، جزء مشكلة لينف ادينوباثي. عندنا تريد عند مري، عند ستودنت عمره 22 سنة. طيب هذول التريد أو هذول 3 شغلات. هسا هي was feeling very ill and his symptoms were getting worse، يعني عمال أعراضه بتزداد سوءا. patient was treated empirically، يعني راح على طبيب، على الفيزيشن، على قبل ما يروح جزء على المستشفى راح على طبيب. تبكل شو بنعمل بهاي الحالات؟ بيعطوا بإيش في هاي الحالات؟ حرارة، سور ثروت، لمف ادينوباثي، شو بيعطوا عادة؟ انتيبيوتيك، صح ولا لا؟ بيعطوا انتيبيوتيك، انتيبيوتيك التقليدي اللي بنعطى ايش؟ أموكسيسيلين، صح ولا لا؟ صورة تقليدية، لا، فارنجايتس،
ان لما يكون زي هيك سيفير فرنجايتس مع تندر لمفه ادينوباثي، انه عنده تندر لمفه، عنده انتندر لمفه، يعني عنده ضخ العقل لمفاوي ومؤلمه، غالبا نعتقد انه يكون بكتيريا الانفكشن. نعطي ايش؟ ونعطي انتبيوتيك. لاحظوا انا نعطي اموكسيسيلين سبسيكونتلي 24 اورز ليتر بعد 24 ساعه developed generalized red microbubble rash. هاي keyword. keyword لإيش؟ هذا دارس infectious disease ID في الباطن، هذا دارس infectious disease بيعرف هاي وين بتصير. لما نعطي إحنا penicillin antibiotic، بعد ما نعطي penicillin antibiotic المريض يصير عنده generalized red microbubble rash. وين هذا بصير؟ هذا بصير في مرض اسمه اللي هو viral infection اسمه infectious mononucleosis. هذا قارئ الموضوع هذا ولا لا؟ infectious mononucleosis. هذا قارئ أو براجع باطني infectious disease وصل لهاي المعلومة أو نقطة لازم تكون قرأتوا عنها وتعرفوها. السكن راش مع infectious mononucleosis بيجي فقط نسبة 15%. إذا المريض انعطى by mistake antibiotic 15% شو بتصير؟ تصير 90%. 90% من المرضى بصير عندهم generalized red skin rash. هاي الحالة هذا بعض الأحيان هاي الحالة هالعلامة بتأكد لك إنه هذا المرض هو مرض viral، وانه المريض عنده infectious mononucleosis. لازم ما تخلي على انتبيوتك، فقط بتوقف الانتبيوتك وبتعمل فقط اللي هي observation. المرض هذا غالبا self-limiting، بس الامر الاساسي اللي بده ينتبه له المريض لازم يعمل شو ماله avoid sport، خاصة الهيفي سبورت لمدة تقريبا 6 اسابيع to avoid the most serious complication of infectious mononucleosis اللي هو انه بصير عندنا بينتجر. على كل حال نكمل السيناريو. FPCV البيتروبيني، لاحظ هسه السيناريو راح تكملته، راح تزعد يعني تقوي التشخيص اللي وصلنا له احنا لحد الان. FPCV البيتروبينيا عندنا اللي هو هبوط في خلايا الدم البيضاء النيتروفيل، لوكوسايتوزس اللوكوسايت او انسل كاف مرتفعه، ثرومبوسايتوبينيا اللي غرفه تست ريفيل مايلدلي اليفيتد اي ال تي اس تي، يعني اليمنت اوف هيباتايتس، اليمنت اوف مايلد هيباتايتس. هل الانفكشوس مونوكليوزس بيعمل هيباتيتس؟ جواب يس. هل الانفكشوس مونوكليوزس بيعمل نيتروبينيا واللوكوسيتوزس والثرومبوسيتوبينيا؟ كمان يس. طيب بيز ان جيفن كلينيكال كيس سيناريو، طلع شو السائل؟ سائل موست لايكلي كوزيتيف باثوجين. اذا هو الفكره اللي جت بالامتحان انه جايبين لهم سيناريو تيبيكال لمريض عنده انفكشوس مونوكليوزس، حاكين لهم ايش؟ مش حاكين لهم عن التشخيص، حاكين لهم ما هو المسبب. وسط موست لايكلي كوزيتيف باثوجين يعني الاتيولوجي. شو رأيكم؟ ما هو مسبب الانفكشوس مونوكليوزس؟ أول شيء هو بكتيريال ولا بارازايت ولا فيرال ولا فانجاي انفكشن ولا فانكال انفكشن؟ It is viral infection. شو الفيروس المسبب الانفكشوس مونوكليوزس؟ اللي هو هيربس فيروس، أو بنسميه احنا من عائلة الهيربس from the herpes family virus. أنو فرد من أفراد عائلة الهيربس اللي هو الإيش؟ أنا بسميهم أبناء، اللي هو في عندنا 6 أبناء للهيربس أو 7. هو الابن الإيش؟ الانفكشوس مونوكليوزس اللي هو الابن الرابع اللي هو هيومن هيربس فيروس تايب 4 اللي هو نفسه بشتين بار فيروس. طيب جروب A بيتا هندكس توكاي، هي خطأ. ليش خطأ؟ لأنه زي ما حكيت لكم طلابنا السيناريو كله ماشي مع إيش؟ مع انفكشوس مونوكليوزس. مجرد ما أعطينا الأمكسلين وصار عنده سكن راش، فهي فيري تيبيكال أند كي يعني كي سيمتنس انه المريض ما عنده بكتيريا انفكشن. سريبتوكاي نيمونيا، هاي خطا. سريبتوكاي نيمونيا يعني بامكانها انها تعمل لنا ابر سبيراتوري تراكت انفكشن، ولكن غالبا هي سريبتوكاي نيمونيا بتعمل لور سبيراتوري تراكت انفكشن، وما بيجي البكتشر تبعها زي هيك. البشتير باربارس، هذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح. وسيتوميجالو فيروس، سيتوميجالو فيروس شو رايكم؟ سيتوميجالو فيروس هو انو نوع من انواع الهربس؟ بشتير باربارس هو نفسه الهيومن herpes virus type 4. سيتوميجالو فيروس هو نفسه الهيومن herpes virus type 5. ده بيعرفوا الميكوبكتيريوم تبركلوز تي بي. تي بي هون less likely يكون التي بي انه هو ايش؟ انه يكون هو السبب، انه يكون هو الايش؟ السبب. طيب نيجي للشيء اللي بعديه، بدي انا ارجع للنقطه اللي بعديها. النقطه اللي بعديها بحكي لك اللي هو هون انا حاطط لك انا شرح بسيط عن موضوع الايش؟ عن موضوع الانفكشوس مونوكليوزس. بحكي لك it's caused by Epstein Barr virus commonly seen in the late adolescent. بيجي عند الادلسنت in early adulthood. المريض هذا لاحظ عمره قديش؟ 22 سنه، فهي typical age لهم. امراض بسموه، المرض هذا بسموه ايش؟ بسموه kissing disease. بسموه ايش؟ kissing disease. clinical course generally benign with patient recovering in 2 to 3 weeks. هذا المهم. من السيمبتومز زي ما حكينا هسه ميزت الانفكشن مور كلوز انه الابر سبيكتراكت انفكشن اللي بيجي او التونزولايتس اللي بيجي معاه او الفرنجاتس اللي بتيجي معاه شو بتكون؟
تونزيلايتس بتكون لما نيجي نعملها اكزامينيشن او نيجي ناخذ الهيستوري من المريض بتكون مور يعني مور كلوز تو فايرال تونزيلايتس فايرال فارنجايتس ولا بكتيريال تونزيلايتس او بكتيريال فارنجايتس. هذا بيعرف طلع انتم بالسيناريو، السيناريو هذا اكثر ماشي مع ايش؟ الفارنجايتس ماشي اكثر مع بكتيريال او مع فيري سيفير تونزيلايتس ليس فايرال، صح ولا لا؟ هاي شيء يميز من ميزات الايش؟ الانفكشوس مونوكليوز، انه بكون عنده سيفير سور ثروت، بكون عنده سيفير تندر ليمفادينوباثي. طيب السؤال الثاني لكم، الليمفادينوباثي بيكون تندر من المانيفستيشن لهذا المرض بصير عندهم امراض هيباتوميجالي اند سبلينوميجالي. سبلينوميجالي از مور كومن دان هيباتوميجالي، سبلينوميجالي از مور كومن. سبلينوميجالي بتكون تندر لانه الليمفادينوباثي تندر، بصير عنده تندر ليمفادينوباثي. هل سبلينوميجالي هي تندر والهيباتوميجالي؟ الجواب ايش؟ لا، بيكونوا نان تندر سبلينوميجالي اند نان تندر هيباتوميجالي. واضح؟ بيكون في عندي تضخم في هاي الاعضاء ولكنه نان تندر، يعني مش مؤلم. طيب على كل المهم البريزنتنج تريعد هم الفيفر الحراره سور ثروت وبتكون غالبا سيفير، ما بدها تكون سيفير انجينا لاند فيدرال. هذا اللي اجى فيه المريض، واضح النقطه ولا لا؟ هاي اللي هي اللي اجى فيها المريض. في الاكزام نلاقي عندهم لمفادينوباثي بتكون تندر لمفادينوباثي، يمكن نلاقي عندهم سبلينوميجالي وهي بتكون نان تندر، والمايكرو بابل الراش بتكون فقط ب 10%. يعني اذا اخذ المريض بنسلن بصير النسبه عاليه بصير 80%. واضح؟ differential diagnosis حط لك كيف بامكاننا نعمل differential diagnosis، بعدين كيف بامكاننا نشخص، واخر شيء شو التريتمنت، ما هو العلاج. بحكي لك نوع تريتمنت از نيسيسري ان ماجوريتي اوف كيسز، يعني 90% من المرضى ما بدهم علاج خاص. just avoid contact sport avoid heavy sports. هسه الستيرويد، ما هو دور الستيرويد في العلاج؟ الستيرويد يمكن يكون له دور، مع انه هل كومن ان نعطي الستيرويد في viral infection؟ هل كومن ان نعطي الستيرويد بفيرال انفكشن ولا الستيرويد از مور كومن يوزد وذ بكتيريال انفكشن؟ غالبا الستيرويد يعطى مع البكتيريال انفكشن. ترى الستيرويد ما بنعطى مع الفيرال انفكشن الا بحالات خاصه، احد الحالات الخاصه زي هذا المرض، مرض الانفكشن اسمه نيكروزس. الستيرويد ار يوزد ان رير اوكيجنز، حالات نادره، اذا كان عندنا تونزلر ابستراكشن عامل ابر اريا ابستراكشن، او اذا كان عندنا سيفير ثرومبوسايتوبينيا عشان نرفع البليتلت، او اذا صار عندنا اوتو ايمون هيموريتيك انيميا، او اذا صار عندنا سي ان اس كومبليكيشن. هذول ذا اونلي انديكيشن بالستيرويد. هذا النقطه هاي يعني اجى عليها سؤال في الامتياز، مش بالدوره هاي، الدورات السابقه، ما هو الانديكيشن للستيرويد في الانفكشن؟ هذول هم الانديكيشن، هذول يعني رير انه المريض يصير عنده هذول الكومبليكيشن، والكومبليكيشن هي هم محطوطين هون. طيب يعني اتمنى ان تكون سؤال واضح. سؤال الغايه منه زي ما حكيت لكم سيناريو على الانفكشن من كلوز، سالوهم عن المسبب، سالوهم عن المسبب، هاي هي فكره السؤال. نيجي للسؤال بعدي، السؤال الثاني. 22 year old patient has presented to the emergency department of Al Bashir Hospital with shortness of breath، هي ضيقة في النفس، and wheeze عنده اللي هي صفير في صدره. On arrival was in extremes، يعني كان وضعه تعبان جدا، and unable غير قادر to complete a full sentence. طلاب ما هاي بتدل على ايش؟ لما يكون عندي انا مريض young age عنده wheezes وعنده shortness of breath وكان in extremes unable to complete full sentence، هاي بتدل على ايش؟ على شو نوع respiratory distress، mild moderate ولا severe respiratory distress لما يكون المريض unable to complete full sentence. دكتور مش قادر اخذ نفسي، بتدل على severe respiratory distress. واضح النقطة ولا لا؟ بغض النظر شو ما يكون سبب الدستريس، قد يكون سبب الدستريس شو ماله؟ نيمونيا، قد يكون سبب الدستريس بولمونري ايديما، قد يكون سبب الدستريس بولمونري امبوليزم، يمكن يكون سبب الدستريس برونكل ازما، يمكن يكون سبب الدستريس يا سي او بي دي. هذا العمر 28 سنه لست لايك بيكون سي او بي دي. على كل حال هي واز ديسشارجد، بحكي لك هو يعني خرجوه من المستشفى from hospital one month ago، من الهستوري لما اخذنا منه الهستوري او من حدا جاي معاه، بيحكوا لك هو طلع من المستشفى قبل شهر after acute severe exacerbation of bronchial asthma. اذا هو first diagnosed 10 years ago، اذا هو مشخص على عمر 22 قبل 10 سنوات لما كان طفل، مشخص انه شو عنده؟ عنده bronchial asthma. اذا شو على الاغلب صار السيناريو؟ صار عندنا ايش؟ المريض قبل شهر طالع من المستشفى من acute exacerbation، فعنده على الاغلب شو ماله؟ عنده اللي هي attack of bronchial asthma أو recurrent of attack of bronchial asthma. شو الديجري تبعتها كون المريض طلعوا unable he was in extremes and he is unable to complete full sentence severe attack، صح ولا لا؟ هنسميه احنا severe attack. أو قد تكون شو؟ قد تكون طلاب، قد تكون status asthmaticus، قد تكون status asthmaticus، قد تكون، ولكن ننتبه status asthmaticus لازم يكون المريض شو ماله؟
احد الشروط لوضع تشخيص ستاتس بوتيكوس لابد ان المريض يكون شو ماله، لازم يكون مريض ريفراكتوري فور كونفنشنال او يوجوال اوبشنز اوف ذا تريتمنت اوف سيفير اتاك برونكيال ازما. صح ولا لا؟ لما قراته انت ستاتس بوتيكوس تلاقي لك بالتعريف حط لك انه المريض لازم يكون ريفراكتوري لليوجوال تريتمنت او كونفنشنال تريتمنت، انت بتعطيه تريتمنت وما بتحسن المريض، هون بنصير احنا المريض احتمال يكون عنده ستاتس بوتيكوس. واضح النقطه ولا لا؟ طيب على كل حال نكمل، بحكي لك he is taking few inhalers regularly، يعني هو بياخذ inhalers regularly and PRN عند الحاجة to control and relieve his symptoms، يعني هو بياخذ أدوية controller وبياخذ أدوية reliever. On examination patient is visibly dyspneic، عنده ضيقة في النفس، with respiratory rate 32، هذا الرقم رقم 32، احنا حكينا للطلاب لما يكون الرقم بعض الكتب كاتبة أكثر من 30 بيعتبروه سيفير أتاك، وبعض الكتب كاتبة أكثر من 35 بيعتبروه سيفير أتاك. على كل حال 32 هاي دليل إنه عندنا سيفير أتاك. his trachea is central، trachea central يعني ما في هي أي انزياح اليمين أو الشمال. expansion of the chest poor but equal، يعني ال expansion of the chest poor مش كويس ولكنه equal. And auscultation reveal widespread expiratory wheezes. عندنا widespread في كل مكان expiratory wheezes. عندنا صفير. Observation heart rate 130. عندنا tachycardia. Blood pressure 130 على 80. Blood pressure على the high side. Normal ولكن على the high side. Auto saturation 90 in room air. شو رأيكم؟ على room air auto saturation 90. هل هذا طبيعي؟ ليش لازم يكون الauto saturation؟ نحط مثل مدة طبعا auto saturation لأي إنسان طبيعي على room air لازم يكون قديش القراءة؟ أن تكون قراءة أعلى من 94، لازم تكون 94، 95، 96، صح ولا لا؟ هذا القراءة الطبيعية، لما نحط له أكسجين لازم توصل لقديش عند الإنسان الطبيعي؟ لازم توصل 98، لازم توصل 99، لازم توصل 100. وهذا هذا الشيء الطبيعي، هذا المريض لاحظوا الأوتو ساتوريشن 90، هذا الرقم رقم خطير ولا لا؟ لما يكون الأوتو ساتوريشن 90. هذا دارس في الفيزيولوجي الأكسجين هيموبيليزيشن كيرف، الأكسجين هيموبيليزيشن كيرف طلعوا زي هيك بيجي. لما يكون الأوتو ساتوريشن 90 هنا لما يكون auto saturation 90 هذا بيكون قديش ال PO2 بيكون قديش، هذا بيعرف قديش بيكون 60 PO2 لما يكون auto saturation 90. هسه لما يصير ال PO2 اقل من 60 شو بتلاقي ال auto saturation بصير عندي انا نزول طلع هنا بعد 90% ال curve بصير شو ماله بصير flat. قبل 90% يعني لما ينزل البي او 2، يعني البي او 2 لما تقل اقل من 60% اقل من 60 عفوا مليمتر ميركوري، لانه هذا بي او 2 بالمليمتر ميركوري، هذا بالبرسنتج اللي هو هذا الاس بي او 2، هذا الكيرف اسمه اوكسجين هيموجلوبين ساتوريشن كيرف. لما البي او 2 تصير اقل من 60 مليمتر ميركوري الاوتو ساتوريشن تصير اقل من 90 والنزول يصير نزول شو ماله؟ ستيب يعني اكيوت ولا نزول جراديوال؟ شو رايكم؟ نزول بصير ستيب اكيوت لانه هي طلعوا بعدين بصير نزول حاد بصير عندنا سيفير هايبوكسيميا. صح دكتور ما بعرف الاسم كاتب انه يس بصير عندنا نزول دكتور قصي ماشي بصير عندنا نزول حاد او شديد في ال 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 في الاوتو ساتوريشن والبي او 2 في يعني شو يعني الاوتو ساتوريشن بي او 2 يعني الافيلابيلتي اوف اكسجين ان ذا سيركوليشن availability of oxygen بصير نزول حاد. على كل حال based on given clinical case scenario the most appropriate initial step of management شو most appropriate initial step of management شو رأيكم؟ IV hydrocortisone بده هو الانيشال ستيب، بده الخطوة الأولى، شو بدك تعمل له هذا المريض؟ إذا هو الديجري تبعته، شو الديجري تبعته طلابنا؟ الديجري تبعته هو سيفير ستيتس سيفير برونكيال أزمة سلاش قد يكون ستيتس ماتيكوس، بس ولكن احنا لسه ما جربنا مع العلاج، على الأغلب مننا نحط له ليبل إنه سيفير أتاك برونكيال أزمة. شو الأفضل شيء نبلش؟ أي في هيدروكورتيزون نعطي أي هيدروكورتيزون؟ الأي في ستيرويد إله رول هنا ولا لأ؟ إله رول يعني it is correct step ولا لأ؟ It's correct step يعني it is one of the option of the treatment ولكن هي ليست the first step. متفقين معي ولا لا؟ متفقين معي؟ بدنا نعطيها هيدروكورتيزون ولكن مش first step. بس انتبهوا سؤالي لكم inhaled corticosteroid هل له رول هنا؟ لانه ال IV هيدروكورتيزون له رول. ال inhaled corticosteroid له رول؟ الجواب ايش؟ جواب لا. ال inhaled corticosteroid ما في strong evidence about the use of inhaled corticosteroid
ام سي في اتاك برونكلازما، وضع مطلب فالانهيل مع الورال. اذا حط لك انهيل خطا. سؤال لكم السيستماتيك كورتيكوستيرويد هم اي بي او اورال، لهم رول ولا لا؟ سيستماتيك يس لهم رول، سواء اي بي او اورال، بامكانك تعطيه اورال اذا كان مريض ايبل تو مانج انه ياخذ اشياء اورال، اللي هو بريميزالون حبوب بريميزالون. طيب اي في فلويد بولس لها رول هنا ولا لا؟ يعني احد الستبس ولا لا؟ شو رايكم اي في فلويد بولس؟ يس المعده احتاج فلويد، لانه بصير عندي نص اوف بصير عندي ذيك انا ديهايدريشن نص اوف فلويد مع التكبنيا، فهي صحيحه. طيب اوكسجين ثيرابي فيا هاي فلو نيزل اوكسجين، بيعطيه اوكسجين. شو رايكم؟ شو رايكم؟ كل هدول الاوكسجين بده اوكسجين ولا لا المريض؟ اعتمد على القراءات اللي انت ماخذها، اعتمد على القراءات اللي انت ماخذها هون. لاحظوا انه الساتوريشن 90% اون روم اير. حكيت لك القراءه هاي قراءه خطيره لما يكون مريض زي هيك. هاي هي اتوقع الايش؟ الفيرست ستيب لازم تعطي انت اوكسجين ثيرابي، واذا بدك تعطي شيء مع الاوكسجين شو لازم تفكر؟ اذا بدك تعطي شيء مع الاوكسجين بدك تعطي برونكو دايليتر، اللي هو شورت اكتنج برونكو دايليتر، افضل شيء هو البيتا 2 اجونست. نيبولايزر باك تو باك، يعني نيبولايزر ورا نيبولايزر. واضح؟ اذا بدك ترتب الخطوات انت بتعمل سي، ومع سي بامكانك تعطي ايش؟ مع سي دي، او بعد سي بامكانك تعطي دي او تبلش دي، صح ولا لا؟ هاي النقطه. الاموكسيلين هل في اي يعني برايورتي يعني اولويه للاموكسيلين هون؟ يعني هون لا ما في، اذا ما في عندي ايفيدنس اوف انفكشن ما في داعي نعطي اموكسيلين، ما في داعي نعطي انتبيوتيك. واضح النقطه ولا لا؟ طب لو جايب لك في السؤال اول سؤال نفس السؤال حكى لك all of the following steps are included in the initial management except ما عدا، شو رايكم؟ مين بيكون الجواب؟ كل الاتي included in the initial management except، شو بيكون الجواب طلابنا اذا جاب لك سؤال زي هيك؟ حدا بيعرف شو بيكون الجواب؟ يكون الجواب اي ممتاز. الاي في انتيبيوتيك طلابنا اذا ما في ايفيدنس اوف انفكشن ما في داعي نعطي انتيبيوتيك، ما في داعي نعطي انتيبيوتيك. واضح النقطه ولا لا؟ الانيشال ستيب هي الاكسجين، هي الايش؟ الاكسجين ذي هاي فلو نيزل اكسجين. واضح النقطه ولا لا طلابنا؟ هل بده اكسجين المريض؟ يس بده اكسجين، لانه عنده الاوتو ساتوريشن 90% روم اير، وهذا خطير الرقم. فهذا واضح النقطه. اذا فكره السؤال، شو فكره السؤال في الامتحان؟ سيناريو مريض عنده سيفير اتاك من كل ازمه، سألوا عن المانجمنت او على نيشر ستيب اوف مانجمنت. واضح؟ ومش بس هذا السؤال، جابوا اكثر من سؤال على البرونك الازمه، صراحه تلاحظوا جابوا اكثر من سؤال على البرونك الازمه. دكتور فراس بيحكي مش لازم نعطي سلبوتامول، يعني دكتور فراس سؤالي لك هسه لو بالسيناريو اللي انا حاطه وبالمعطيات اللي عندك لما يجيك وضع الطوارئ وعنده المريض هذا اللي عنده اوتو ساتوريشن 90 عنده نسبة اكسجين في الدم لو، فالاولويه انك تعطي اكسجين. بعد ما تعطي انت اكسجين بتعطي انت السلبوتامول. اعطاء الاكسجين مش راح ياخرك، مش راح ياخر اعطاء السلبوتامول، بالعكس اعطاء الاكسجين افيلبل باي يعني بثواني بامكانك تعطي اكسجين. السلبوتامول لا، بدك تكتب الاوردر والمرض بده يروح يجيب السلبوتامول ويحضره ويحطه بالنيبولايزرز، هذا بياخذ وقت. الاكسجين موجود في الوول بس بدك تركب المرض على الاكسجين، الاولويه لاعطاء الاكسجين. بس لو ما كانش الاكسجين موجود او الاوتو ساتوريشن عند المريض اعلى من 94% عندها تكون الجواب شو؟ دكتور فراس عندها تكون الجواب بيسيتو اجونست. واضح النقطة ولا لا؟ بس لا، الاولوية اكيد الاكسجين، الاولوية للايش؟ للاكسجين. واضح؟ اذا بتطلعوا على الالجوريثم للعلاج السيفير اتاك بنك الازمة او الستيت اسماتوكس، اول شيء هو الاي بي سي ايروي بريثنج، لازم تبلش بالاي بي سي. واضح؟ We decide to realize the patient we already give him اكسجين. دكتور عاصم بيحكي انه اذا المريض اوريدي ماخذ الاكسجين او جاي على الطوارئ معاه اكسجين او جاي عن طريق الدفاع المدني اللي معطينه اكسجين، عندها النكس ستيب لازم تفكر فيه اكيد السلبوتامول. واضح النقطة ولا لا؟ اتمنى انها تكون واضحة، الفكرة تكون واضحة. ونحط لك انا هي ذا انيشال مانجمنت بلان شود سيميلر تو اني بيشنت بريزنتد وذ اكيوت سيفير ازما اتاك. It's important to assess the severity of asthma. هون السيفيرتي، شو السيفيرتي تبعت الازمه عند المريض؟ هذا المريض عنده سيفير اتاك من الازمه سلاش ستيتس اسماتيكوس، بس على الاغلب سيفير هي. طيب to find out important feature in the history such as normal peak expiratory flow rate and history of intensive care admission. Treatment should include high flow oxygen, bronchodilator, bronchodilating nebulizer, bronchodilating nebulizer, titrated according to clinical response, steroid. ستيرويد لازم، شو لازم نعطي ستيرويد؟ سيستماتيك ستيرويد يا اورال يا اي في، لان هي الستيرويد ما له دور. اند سم كيسز ماجنيزيوم سلفيت انفيوجن بعض الاحيان بحاجه لها. طيب
وضحت السؤال، فكرة السؤال أتمنى أنها تكون واضحة. طيب السؤال بعد السؤال الثالث، essential criteria، سألوا عن الروماتويد أرثرايتس وسألوا عن ال essential criteria of rheumatoid arthritis. essential criteria يعني إيش essential criteria؟ يعني diagnostic criteria، يعني المعايير التشخيصية أو المعايير الأساسية require التي محتاجها for diagnosis rheumatoid arthritis، يكون كل الآتي ما عدا في عندي أنا أصاب كتلوم سيديول، هاي أحد الكراتيريا ولا لا؟ حسب بالروماتولوجي، لما تدرس انت روماتولوجي لما تقرأوا الار اي والاس ال اي او تقرأوا الانتيفسوليد سيندروم او تقرأوا الـ شو اسمه الماسكولايتس، بتلاحظوا انه شو معنى انه التشخيص دائما بيعتمد على ايش؟ تشخيص بهاي الامراض بيعتمد على كرايتيريا، ما بكون عندنا في عندنا ميجر كرايتيريا في عندنا ماينر كرايتيريا مثلا، لازم المريض should be met الكرايتيريا عشان نحط التشخيص، صح؟ وانا سالك عن التشخيص، عن هذول الكرايتيريا اللي هم تبع ثلاثه سبق دكتور استوديو احد الكرايتيريا ولا لا؟ يس. هسه هذا دكتور قصي هنا سالك عن روماتويد ارثرايتس، مش سالك عن روماتيك فيفر. حق الدكتور قصي كاتب انه ميجر، اتس وان اوف ذا ميجر، انت مطلوب منه سالك عن روماتويد ارثرايتس، عن التهاب المفاصل الروماتويدي مش روماتيك فيفر. السب كوتينوس ديول واضح. طيب انتبه، جوكستا ارتيكولار ايروجين، جوكستا ارتيكولار ايروجين ان ذا هاند اكس راي، شو رايكم؟ لما نعمل هاند اكس راي نلاقي ايروجين، نلاقي في راديولوجيكال فايند ايروجين، هاي احد الكرايتيريا ولا كمان هاي احد الكرايتيريا طبعا. مورنينج ستيفنس، انه يكون في عندنا مورنينج ستيفنس في الهاند هاند جوينت، هاي كمان احد الكرايتيريا. ساكرويليايتس، هل الساكرويليايتس احد الكرايتيريا للروماتويد ارثرايتس؟ هل ساكرويليك جوينت commonly affected by rheumatoid arthritis اصلا؟ جواب ايش؟ لا. sacroiliac joint اصلا وين affected sacroiliac joint؟ يعني احد الكرايتيريا والديجنوستيك كرايتيريا فور وات، فور ويتش ديزيز او فور ويتش روماتولوجيكال ديزيز. انكولايزنج سبوندلايتس او الدارسيمبروز اللي بيعرفوا اسمه انه باليزم بيختربه، وهذا ما بتقول لا، فsacroiliitis هاي الجواب. سيمتريك arthritis of both hand lasting more than 6 hours. Yes، هذا أحد الكراتيريا لازم يكون سيمتريكال. الكراتيريا اللي بدون أثرات طلابنا في عندي في عام 1987 في عندنا American College of Rheumatism أو of Rheumatologist في عندنا حطوا لك diagnostic criteria، حكى لك مني على الأقل require 4 out of 7، بدك 4 من أصل 7 أكثر أو يساوي 4 من أصل 7، lasting more than 6 weeks، لازم تستمر أكثر من 6 weeks عشان تحط التشخيص. هذول هم الـ 7 criteria. morning stiffness more than 1 hour، arthritis involving 3 or more joint area، arthritis involving the hand more than or equal 1 joint، symmetrical arthritis. هذول كلهم الأشياء شو مالها؟ الأشياء هذول الأشياء مع النقطة هاي هم إيش؟ أشياء شو مالها؟ clinical criteria. الروماتويد نوديول سبكتنس كمان كلينيكال كراتيريا. الباقي التو كراتيريا شو هم؟ السادسه والسابعه، سيروم روماتويد فاكتور انه يكون بوزيتيف وانه يكون موجود، واخر كراتيريا راديولوجيكال كراتيريا، هاي لابوراتوري كراتيريا، هاي راديولوجيكال. راديولوجيكال تشينجز كونسيست وذ ديزيز اللي هي ايروجين، واضح. في عندنا في عام 2010 في عندنا الاي سي ار اللي هي امريكان كوليدج اوف روماتولوجي and ELR اللي هي عبارة عن European League Against Rheumatism، حطوا كريتيريا. الكريتيريا طلعوا في عنا الـ A point، الـ A اللي هي Joint Involvement، يا المريض بيكون 0 أو 1 point أو 2 point أو 3 point حسب شو هم المفاصل وقديش عدد المفاصل involved. السيرولوجي الاعتماد على الـ RF والـ Antistrolin Peptide Antibody، يا بتيجي 0 point أو 2 point أو 3 point حسب إذا كان نيجاتيف أو كان بوزيتيف، لو بوزيتيف أو هاي بوزيتيف. أكوت فيز رياكتن كمان هاي VSR عن CRB، وديوريشن السيبتومز إذا كانت less than 6 week أو more than 6 week، less than 6 week 0 more than 6 week اللي هي بتعتبر 1، واضح النقطة ولا لا؟ فبتشوف أنت الكراتيريا اعتمد عليها، لازم تكون على الأقل من هذول الكراتيريا، لازم يكون عندك 6، لازم يكون أكثر أو يساوي 6 point، أكثر أو يساوي 6 point، واضح النقطة. أتمنى أنها تكون. إذا سألنا عن رمتو الأثراس عن الكراتيريا وتشخيص رمتو الأثراس، السؤال بعدي سؤال رابع، يحكي لك 52 year old man presented with breathlessness on exertion، عنده ضيق نفس، ضيق في النفس عند الإجهاد، يعني هاي بسموها shortness of breath on exertion. Paroxysmal nocturnal dyspnea، إن في عنده نوبات من ضيق النفس الليلي، PND بسموها اختصارها PND، عنده bilateral pedal swelling، bilateral pedal swelling يعني bilateral lower limb edema، واضح، او bilateral ankle edema of 6 weeks duration، مدتهم شو ماله 6 week، مدتهم ايش؟ قديش 6 weeks.
دكتور قصي بكتب انه من الديفرنشال هارت فيلر، يس قد يكون هارت فيلر. هسه نشوف السيناريو. هي واز دياجنوزد وذ هايبرتنسيف كارديوميوباثي، يعني عنده عمره 52 سنه، عنده هايبرتنسيف كارديو، يعني عنده ارتفاع ضغط الدم، وهذا ارتفاع ضغط الدم اثر على القلب اللي هو اختلال القلب المتعلق بارتفاع ضغط الدم، هاي هايبرتنسيف كارديوميوباثي. هي واز بليسد اون ليزونوبريل. ليزونوبريل شو رايكم؟ الايس انهبيتر، هذا الايس انهبيتر، هذا يستخدم لعلاج الضغط ويستخدم لعلاج الهارت فيلر ولا لا؟ شو رايكم؟ يستخدم لعلاج الضغط ويستخدم لعلاج الهارت فيلر. ليزونوبريل. فراسيمايد، فراسيمايد هذا الدواء التقليدي يستخدم لعلاج الايش؟ لكنترول الكنترول اوف سيمبتومز اوف هارت فيلر وذ ريدوس اجكشن فراكشن. لا هذا الفراسيمايد اللي هو اللازكس. اسبرين يستخدم كبروتكتيف ايجنت للبرايمر للسكندري بروفلاكسس، برايمر بروفلاكسس اسبرين. طيب داجوكسن يستخدم از اينوتروبيك ايجنت، يستخدم اللي هو داجوكسن اينوتروبيك ديلي. اند شارتهم، يعني احنا المريض دخل المستشفى اعطيناها الادويه وطلع من المستشفى. ذا بيشنت ريبريزنتد، اجى مره اجى يعني بعد ما خرجناه من المستشفى بعد فتره 2 دايز، بعد يومين تخيلوا، تو ميديكال ايمرجنسي يونت اوف ذا هوسبيتال 2 دايز ليتر ويز، طلعوا سويلنج اوف ليبس سويلنج اند لور فيس، صار فيه سويلنج اوف 10 اورز ديوريشن، يعني 10 ساعات قبل ما يجي على الطوارئ. There was associated difficult in swallowing. صعوبة في البلع، مش قادر يبلع. لكن لك شو الـ based on given scenario, what's the most likely explanation of these most recent sign symptom? Most recent يعني هذول الـ symptoms اللي صار عند المريض. ليش صار عنده هذا الاشي؟ lips swelling, lower face swelling, و inability to swallow، يعني على الأغلب عنده tongue swelling. شو رايكم هل هو صار عنده هايبرتنسيف كرايزس، هل هذا منطقي، ولا صار عنده اكيوت ديكومسيت هارت فيلر؟ هسه هذا الاكيوت ديكومسيت هارت فيلر هاي بتشخص ايش او بتفسر ايش هاي اكسبلينيشن ايش؟ لا سيمبتومز، اول انيشال سيمبتومز اجى فيها المريض اللي هي بي ان دي اند شارت اكزيرشن، بس ما بتفسر الريسنت سيمبتومز اللي عند المريض، صح ولا لا؟ ولا فرص ما تساعده، هل فرص ما بيعمل زي هيك، بيعمل سوالينج وبيعمل إديما هاي؟ لا، الجواب خطأ، بالعكس فرصات بقلل الإديما وبقلل هاي. ليزونوبريل سايد افكت اكيوت داجستيك، شو رايكم؟ شو الجواب؟ هي ليزونوبريل سايد افكت. هاي السايد افكت هل هي كومن ولا رير؟ شو رايكم؟ ولا فيري رير حتى؟ هاي السايد افكت فيري رير، سايد افكت هاي فيري رير، واضح النقطة؟ لا هي فيري رير. واحد من الامتحان شو ماله؟ يعني أنا مستغرب بسبب كل السايد افكت تبعون الاس انهبيتر زي الهايبركاليميا زي الدراي كاف، سأل عن إيش؟ عن rare complication للإيش؟ للـ ACE inhibitor، ولكن هم سألوا عنها. إذن فكرة السؤال هذا أو الobjective من هذا السؤال إنهم جابوا السيناريو لمريض ماشي على أدوية للقلب منها الـ ACE inhibitor، سألين عن أحد الصيد effect لهذه الأدوية، وكان الجواب هو الـ ACE inhibitor اللي هو reasonable side effect. واضح السؤال؟ ACE inhibitor induced angioedema هي بسموها is a class of effect that can affect between 0.1% to 0.5%. تخيلوا؟ يعني واحد في الألف، واحد لخمسة في الألف، واحد إلى خمسة بالألف، يعني كل ألف مريض بأخذ الإس إنهبيتر واحد لخمسة بيصير عندهم إيش شو اسمه الأنجيو إيديما، هاي اللي هي أنجيو إيديما. وضحت نقطة؟ بتعرفوا هاي السايد إفكت ولا لا؟ السايد إفكت نصكم سايد إفكت أوف إس إنهبيتر إيش هي؟ نسبتها 20% بتوصل، نصكم سايد إفكت ولكنها نوت سيريس، اللي هي دراي كاف. درايكف دكتور قصي، درايكف واضح، درايكف موسكون سايد افكت، موست سيريس سايد افكت، موست سيريس سايد افكت اند كود بي انها تكون كومن، اللي هي هايبركاليميا. موست سيريس سايد افكت اللي هي هايبركاليميا، موست كومن سايد افكت ولكنها نوت سيريس اللي هي درايكف، اللي هي ايش درايكف. طيب بيسألوا عنهم السايد افكت للايس انهبيتر، بيسألوا عنهم. طيب او بالضبط سؤال بعدي، سؤال الخامس. 44 يير اولد وومن اتندز اجت على الاكسيدنت ان ايمرجنسي ديبارتمنت اوف ريا ميديكال سيرفيس، الخدمه الطبيه الملكيه، وهيستوري اوف لاست 6 مانث اوف فريكوينت سنترال تشست بين، يعني باخر 6 اشهر عندها فريكوينت سنترال تشست بين، عندها وجع بالسنتر تبع الصدر. In the early morning في الصباح الباكر and during the night، الصباح الباكر و during the night. She had no
chest pain and exertion. يعني لما تقدر جهه ما عندها chest pain. This had been particularly severe attack lasting over 2 hours مؤخرا يعني. فهذا دفعها انه تجي على الطوارئ. هسه هي البلس 320 يعني تاكيكارديا اوتو ساتوريشن 94%، الاوتو ساتوريشن عندها 94%، بلاد بريشر 134/86 يعني نورمال بلد بريشر. اي سي جي شو انتيريور اس تي سيجمنت اليفيشن اند اليفيتد تروبونال ليفل. التروبونال عندها مرتفع عندها انتيريور اس تي سيجمنت اليفيشن. شو رايكم ايش هذا؟ اذا شو عندها اذا؟ هاي لحد الان احنا عندنا اكيوت كورونري سندروم بالتحديد ايش؟ اس تي elevation myocardial infarction. صح ولا لا؟ متفقين معي؟ اذا اكيد كورونري سندروم عندنا ST elevation anterior ST elevation myocardial infarction. طيب after giving the patient glycerin trinitrate spray she she is able to tell you that she suffers from hypertension. عندها ارتفاع ضغط الدم، عندها type 2 diabetes، عندها سكر من النوع الثاني، and she's allergic to aspirin. Allergic to ايش؟ To aspirin. Based on given clinical case scenario, the most appropriate initial step في المانجمنت، شو الانيشال ستيب؟ انك تعطي للمريضه اسبرين 300 ملغ لودنج، ولا تعطي للمريض 300 ملغ كلوبيدوجريل. هذول الادويه شو مالهم هذول الادويه؟ هذول الادويه اللي هي انتي بليتلت. انتي ايش؟ انتي بليتلت. هسه ايديال يحب الاكوت كونسيومر شو بنعطي؟ خاصة بالاستي اليفيشن ام اي شو بنعطي؟ يعطي مونو ثيرابي ولا داي ثيرابي؟ الريكومنديشن الموست ريسنت ريكومنديشن بيعطوا وان ثيرابي ولا داي ثيرابي؟ بيعطوا داي ثيرابي، بيعطوا ديوال انتي بليتلت ثيرابي اللي دابت. صح ولا لا؟ بيعطوا دابت. بهاي السيناريو هل بامكانها نعطي دابت ولا ممنوع؟ شو رايكم؟ ممنوع. ليش ممنوع؟ لانه المريضة حكت انه عندها ايه؟ الرجل الاسبرين، لذلك ما بنقدر نعطي ايش؟ اسبرين. هاي الحاله شو بنكتفي ان نعطي؟ نعطي مونوثيرابي. شو المونوثيرابي اللي بنعطيك؟ كلوبيدوجريل. صح. طيب انا فراكشنال تيبرين لها دور، لها دور في العلاج، ولكن الانيشال ستيب او الفيرست ستيب اللي بنفكر فيه انك تعطي ايش؟ انتي بليتلت. صح. اوكسجين ثيرابي، بدا اوكسجين ثيرابي هون لو ساتوريشن 94 ما في داعي للاوكسجين ثيرابي. يعني بدا اعطيت اوكسجين ثيرابي يعني نو هارم، ما في مشكله. ولكن الجايد لاين بتحكي لك الاي اتش اي الامريكان هارت اسوسيشن، اذا كان الاوكسجين اعلى كانه من 90% واعلى من 92% ما في داعي تعطي اكسجين. واضح؟ او الاكسجين بيصير مش اولويه. باليوروبيان كان الجايد لاين بيحكوا لك اذا كان الاوكسجين اعلى من 94 اعلى او يساوي 94 ما في داعي تعطي. على كل حال الاكسجين ثيرابي هنا مش له رول كبير، لانه الاوكسجين عندها 94 وهي من ناحيه الاكسجين. مورفين شو رايكم؟ مورفين ان هي مريضه اخذت جليسيريتينيتريت وشكله الجليسيريتينيتري تحسنها يعني خف الالم عندها وصارت قادره انها تحكي معلوماتها، فلذلك المورفين هنا مش اولويه كمان. فجواب هنا ايش طلابنا؟ اللي هو لودنج دوز كلوبيدوجريل. ليش اسبرين ما اعطيناه؟ لانه المريضه الرجيك تو ايش؟ تو اسبرين. اذا فكره السؤال انه جابوا سؤال على كل كونسترون وسالوا عن الانيشال مانجمنت، سالوا عن الايش؟ انيشال مانجمنت. هسه افرض انه ايش السيناريو هذا وكانت المريضه نو الرجيك تو اسبرين، شو الاولويه انك تعطي؟ تعطي مونو ثيرابي ولا تعطي دي ثيرابي انتبريتد ثيرابي ولا تعطي انفراكشنال تيبرين ولا تعطي اكسجين ولا تعطي مورفين؟ شو يكون الجواب؟ يكون الجواب ديوال انتبريتد ثيرابي. واضح؟ ديوال انتبريتد. الاولويه انك تعطي ديوال انتبريتد نفس الوقت، انك تعطي اسبرين اند بلوفكس. واضح النقطه ولا لا؟ على فرض انه المريضه ما كان عندها الرجي لا ايش؟ للاسبرين. هاي هي فكره السؤال. فكره السؤال انه جابوا سيناريو مريضه عندها ومريض عنده اكيوت كورونري سندروم عنده اس تي ليفيشن ام اي وحكوا لك شو الانيشال ستيب وكان الجواب اللي هو انتي بليت ثيرابي. هسه لازم نعطي انتي بليت وقال لا بتحكي لازم نعطي ديوال انتي بليت ثيرابي. طيب هسه لو حكى لي شو الديفينيتيف تريتمنت هاي المريضه، وات از ذا ديفينيتيف تريتمنت؟ ذا ديفينيتيف تريتمنت ما هو الديفينيتيف او الجولد ستاندرد تريتمنت؟ ما هو الجولد ستاندرد تريتمنت بهاي المريضه؟ برايمري بي سي اي بي سي اي primary PCI اللي هي percutaneous coronary intervention primary. primary شو يعني primary؟ يعني as soon as possible. إذا كان ال PCI can be done within less than 90 minutes يعني بنحكي عن ساعة ونص لازم المريضة تنعملها PCI. إذا كان ال PCI availability more than 90 minutes شو لازم المريضة؟ لازم المريضة تنعطى thrombolysis أو thrombolytic therapy وتتحول على مركز قسطرة لعشان يعملوا له قسطرة. واضح نقطة ولا؟ هذا هو المانجمنت. هاي اكسبلينيشن بحكي لك نايس جايد لاين. النايس حكيت لكم هاي يو كي اللي هي
National Institute of Healthcare and Excellence. هذا عبارة عن يعني هيئة أوروبية UK بريطانية. Guideline protocol states that the patient with suspected MI and pain relief in the form of the GTM spray or morphine should be administered. إذا واحد suspected of MI and pain relief, لازم نعطيه pain relief in the form of GTM spray or morphine should be administered. المريض already أخذ هذا الشيء ولا لا؟ أخذ pain relief ولا لا؟ أخذ GTM spray أخذ فلو تحسن المريض. بيحكي لك since the patient has had adequate response to GTM spray, further pain relief in the form of morphine is unnecessary. المورفين ما في داعي له بما أنه هو أخذت أسبرين وتحسنت عليه. In patients who are not allergic to aspirin, إذا كان المريض not allergic to aspirin, ideally you should be given in the ambulance. حتى الأسبرين لازم نعطيه في الأمبولانس لو كان المريضة شو مالها not allergic to aspirin. However, if the patient is allergic to aspirin, it should not be given. واضح؟ مش لازم نعطي. شو لازم نعطي بداله؟ شو لازم نعطي إحنا نكسس بدي نعطي اللي هو الأذر agent زي اللي هو clopidogrel monotherapy بنعطي. ولكن زي ما قلت لكم لو ما في كان عنده history of aspirin allergy, الأيدي اللي نعطي اللي هي dual antiplatelet therapy. هون حط لك أنا الجايدلاين الأكيوت coronary syndrome management. شو الجايدلاين لإلهم؟ واضح؟ أو شو الالجوريثم لإله حسب الـ AHA الـ American Heart Association. فبيجي اللي بعدين السؤال بعدين سؤال avoid give morphine and nitroglycerin if the hypotonic bradycardia. دكتور قصاي بيحكي لازم نجنب نعطي المورفين نجنب نعطي النيتروغليسرين اذا المريض كان هايبوتنسل عند بريديكارديك. يس ليش؟ لانه المورفين يمكن يزيد البريديكارديا ويزيد الهايبوتنشن لانه له فاز دايركت انفكت والنيتروغليسرين يس بيزيد شو اسمه الهايبوتنشن. يس 100% صحيحه. هذا بنلاقيه بانه نوع من انواع الام اي. حدا بيعرف الملاحظه هاي بانه نوع من انواع الام اي بيجي عندنا هايبوتنشن عند بريديكارديا ضغط المريض بيكون 80 على 40 هذا inferior wall ST elevation MI. اللي هي ليش inferior دكتور اللؤي او دكتور قصي ليش inferior؟ لانها بتكون affect which coronary artery؟ بتكون affect the coronary artery المسؤول عن innervation of SA node and AV node. مين هو coronary artery المسؤول عن innervation of SA node and او الconduction في SA node والAV node؟ اللي هو right coronary artery RCA ولا نطلع لا RCA. طيب على كل حال 35 year old woman present with 4-hour history of watery diarrhea. watery ايش diarrhea؟ لاحظ السيناريو هنا 35 سنة 4 ساعات watery diarrhea. she had opened her bowel 5 times since the onset of her symptoms. 5 مرات دخلت على التواليت وكان عندها diarrhea. you diagnosed gastroenteritis after learning that the patient and her family all ate أكلوا a new restaurant في مطعم جديد and the rest of her family have the similar problem. إذا شو صار عندها على الأغلب؟ صار عندها إيش؟ food poisoning. واضح؟ food poisoning أو food induced إيش؟ food induced gastroenteritis. صح ولا لا؟ food induced gastro acute gastroenteritis أو food poisoning إحنا نسميه. صح ولا لا؟ هذا هو على الأغلب explanation واضح لله وهو foodborne illness أو food induced gastroenteritis. بحكي لك لاحظ الأعراض بلشت إيش؟ 4 ساعات يعني بعد 4 ساعات من هذا يعني من early مباشرة. Based on given clinical scenario, what's the most likely cause of pathogen? E. coli, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus, rotavirus ولا Salmonella typhi؟ شو رأيكم طلابنا؟ ايش رايكم طلابنا؟ على الاغلب هنا حسب الانكوبشن بيريود هذا اللي هو 4 ساعات على الاغلب شو الجواب؟ الجواب هو ستاف اوريس. ستاف ايش؟ اوريس. لو كان الانكوبشن بيريود اطول مور ذان 12 اورز مور ذان 12 اورز 12 الى 24 ساعه 12 ساعه او اكثر يعني او 24 ساعه نفكر بايش؟ كمسبب نفكر في السالمونيلا. فكر في السالمونيلا سالمونيلا تيفي. وهذا نقطة لا فكروا سمو تيفي. روتا فيروس هل كومن عند الأدلت إنها تعمل غاستروإنترايتس؟ هل كومن عند الأدلت تعمل غاستروإنترايتس؟ الجواب لا. روتا فيروس هي كومن عند الأطفال وليس عند الأدلت less likely. والروتا فيروس هل تعمل فود إنديوست غاستروإنترايتس؟ روتا فيروس هل روتا فيروس بتؤدي إلى فود إنديوست؟ جواب لا كمان. جواب لا فالجواب روتا فيروس خطأ. كامبروباكتر جوناي يمكن تعمل ولكن ميز الكامبروباكتر جوناي انه شو بتعمل؟ الكوبشن بيريود لها شويه لونجر اطول. الامر الاخر كامبروباكتر جوناي هي ليست احد اسباب الفود انديوز دياريا او فود انديوز غاسترونترايتس
والدياريا تبعت الكام باكر شو بتكون؟ ميزتها؟ وانا مش معلق لي بالسؤال شو نوع الدياريا، او بجوز معلق لي ما بعرف، معلق لي انها ووتر دياريا. الكام باكر شو بيعمل لنا طلابنا؟ بيعمل لنا بلادي دياريا ولا لا؟ بيعرف هاي المعلومه بلادي دياريا. الايكولاي، الايكولاي قد تكون السبب، ولكن الايكولاي لها عده انواع، في بعض انواعها بتعمل ووتر، بعض انواعها بتعمل بلادي. الايكولاي كمان كل شو بيد لها نوعا ما رح لازم يكون اطول كهذا. فهنا نحط لك طلعوا الاكسبلينيشن هي الفود بورن إلنس. في عندي انا الانكوبيشن بيريود اذا كان less than 2 hours likely toxin او chemical agent يكون السبب. طيب اذا كان الانكوبيشن بيريود من 2 to 14 hours هذا هو السيناريو تبعنا، هذا هو السيناريو تبعنا likely بتكون السبب توكسين، وبكون المسببات طلعوا staph aureus يكون السبب شو ماله staph aureus، او يمكن يكون bacillus cereus، يمكن تكون كلاستريدم بيرفرنجنز، هذول هم لاحظ انكم شو بيقولوا لهم من ساعتين ل 14 ساعه. واضح النقطه ولا لا؟ شو اسمه؟ انكم شو بيقولوا اذا كان مور ذان 14 اورز هذا حكيت لكم عنه بتكون بكتيريا او فيروس، نفكر في بكتيريا او فيروس. امثل على المسببات على راس القائمه الكامبروباكتر، وهي بتعمل بلادي دياري حكيت لكم بتعمل فيفر. في عندنا سالمونيلا، في عندنا شيجيلا، في عندنا انتيرو انفيزيف ايكولاي، في عندنا ايرسينيا، في عندنا فيبريو باراهيموليتيكس، فيبريو باراهيموليتيكس. واضح النقطة ولا لا؟ إذا هنا المريض تبعنا اللي هو هيو ضمن المجموعة هاي من 2 hours إلى 14 hours والجواب هو staph aureus. واضح النقطة ولا لا طلابنا؟ واضح فكرة السؤال ولا لا؟ أتمنى أنها تكون إيش؟ واضحة لإلكم. من ناحية العلاج هل في specific treatment لإلها؟ ولا العلاج just observation, bed rest and rehydration؟ بس العلاج هو عبارة عن إيش؟ rehydration فقط و bed rest وغالبا self limiting، غالبا إيش؟ self limiting. واضح النقطة ولا لا؟ طيب يجي للبعدي احكي لك السؤال السابع. أن 54 year old male patient who was admitted to hospital for elective colonoscopy and OGD، يعني عمره 54 سنة دخل مستشفى لإجراء إجراء مجدول اللي هو كولونسكوبي تنظير سفلي اند او جي دي تنظير علوي للجهاز الهضمي. فان انفستيجيشن اوف انيميا اوف انون اوريجن، يعني عنده انيميا مش عارفين شو سببها، فبنعمل احنا امراض هذه الاجراءات. هي هاز تو داي هيستوري اوف لو جريد فيفر، عنده حراره لو جريد فيفر صار، هيديك، عنده جنرالايزد ارثرالجيا اند ميالجيا، ارثرالجيا الم فاصل مع ميالجيا الم في العضلات. وان داي اجو هي ديفلوبد برودكتيف كف، يعني قبل يومين كان عنده حراره، كان عنده هيديك جنرالايزد ارثرالجيا، وقبل يوم صار عنده برودكتيف كف انيوبتس، عنده اللي هو قح قح دم كابلد وذ مايل ديسنيا ضيقه في النفس اند هاز بين فيلينج فيري ليثارجيك. ان اكزامينيشن في الوقت الحالي تمبرتشر 93 اللي هو 39.5 اللي هي يعني نحكي عن هاي جريد تمبرتشر، ريسبيراتوري 28 يعني تكبني، اوكسجين ساتوريشن رينج بين 90% و94%، يعني عنده دي ساتوريشن او يعني عنده لو اكسجين من روم اير. اوسكلتيشن اوف ذا شست ريفيل باي بيزل، لازم تكون هاي باي بيزل، باي بيزل كراكلز، عنده مناطق صفري باي بيزل كراكلز. بلود شو رايزد وايت سيل كاونت 18.2، يعني عندنا لوكوسايتوز نتروفيل كاونت 11، يعني عندنا نتروفيليا مرتفع، سي ار بي 100 سي ار بي مرتفع. شست اكس ري از اتاتش بلو، شو رايكم؟ هي شست اكس ري، لاحظوا عندنا هون انفلتريشن في الرايت ميدل لوب، وعندنا هون لاحظوا زي كانه كافيتي، زي كأنه إيش؟ كافيتي، كافيتي. Based on given clinical case scenario, what's the most likely causative pathology؟ لاحظوا الامتحان هذا سالين على الاتيولوجي كثير. أول سؤال كان سالين على الشيمبر فيروس، سؤال قبل شوي عن الأكيوت gastroenteritis كان سالين عن staph aureus، وهنا طلعوا Based on given clinical شو most likely causative pathology؟ هنا شو picture of what؟ المريض هذا picture of what؟ مريض دخل المستشفى، بعد ما دخل المستشفى صار عنده فيفر، صار عنده أعراض، صار عنده سيمتوم اوف لور ريسبيرتوري تراكت انفكشن، وعملنا له شستري لقينا عنده انفلتريشن، عنده كافيتي. شو هذا؟ هذا بنسميه اللي هي هوسبيتال اكوايرد نيمونيا، صح ولا لا؟ هاي هوسبيتال اكوايرد نيمونيا. لكن شو الموست لايكلي كوست باثوجين لهي لهذا الباثولوجي؟ هل هو ستريب نيمونيا؟ ستريب نيمونيا هل بيعمل بيكتشر زي هيك؟ ما بيعمل بيكتشر زي هيك. ستريب نيمونيا هي موست كومن كوز للايش؟ للكوميونتي اكوايرد نيمونيا، للكاب وليس للهاب. هو هيمفلس انفلونزا، انفلونزا انفلونزا كمان هي بتعمل كوميونيتي اكوير. ستاف اوريوس قد يكون السبب، ستاف اوريوس وهو الجواب على الاغلب. ميكوبلازما نيمونيا، ميكوبلازما غالبا بتعمل كوميونيتي اكوير نيمونيا وبتكون شو مالها اي تيبيكال.
كليبس يلا نيمون يمكن يكون سير. كليبس يلا بتكون اكثر عند الناس اللي عندهم لو اميونيتي، الناس الالكوهوليزم، الناس اللي عندهم دايبيتس ميليتس. واضح كليبس يلا يمكن يكون الجواب، ولكنه موست لايكلي او موست كومن الستاف اوريوس مور كومن من كليبس يلا. فالجواب هو ستاف اوريوس. الجواب هو ستاف ايش اوريوس. ومن النقطة الى الكلبسيلا بتعمل بلدي هيموبتزس، والستاف اوريوس بيعمل هيموبتزس، اثنين البوث بيعمل هيموبتزس. طيب طيب فالجواب هو ستاف اوريوس. وضحت الصورة. اذا هون شو اسمك سري فايندينج رايت ميدل لوب كونسوليديشن. في الرايت ميدل لوب في عندنا كونسوليديشن، في عندي انا ويز ان اسوشيتد كافيتيتنج ليجن، عندنا كافيتيتنج ليجن هيها موجوده واضحه جدا، واضافه ل عندنا اند اير برونكوجرام. اير برونكوجرام، برونكوجرام هون بسموها اير برونكوجرام، هون اير برونكوجرام. ذير از سمول رايت سايد بلورال فيوجن، في عندنا بلورال فيوجن في الرايت سايد سمول، يعني الاثر طلع هون هي واضح هون الكريستوفرينك انجل، هون مش واضح كثير. فعندي انا رايت سايد سمول بلورال فيوجن، هاي الفاينلينج بشيست اكسريل. موست لايكلي كوزد اوف اورجانيزم هو ستاف اوريس. ليش؟ لان هي عباره عن الايش؟ هوسبيتال اكوايرد نيمونيا، وعملت لنا كافيتي، ومن خصائص ستاف اوريس انها بتعمل كافيتي. الكلبسيلا نفس الشيء بتعمل، يمكن تعمل هوسبيتال اكوايرد، يمكن تعمل كافيتي، ولكن ستاف اوريس مور كومن من الكلبسيلا. واضح السؤال ولا لا؟ اتمنى يكون واضح. طيب السؤال اللي بعدي، سؤال الثامن، موست كومن بريزنتنج ساين اور سيمتوم اوف بري ديابيتس. سالينهم عن البري ديابيتس، شو الموست كومن؟ بوليوريا اللي هي كثرة الذهاب للتواليت للتبول، ولا بوليديبسيا شرب السوائل كثير، ولا ساينت يعني نو ساينت سمتوم، ولا بوليفيجيا، ولا دارك سكن. غالبا هي ساينت، ما بتيجي لا بساينت ولا سمتوم. بريدي ابيتس غالبا ايش؟ ساينت بيجي. واضح. بريدي ابيتس does not usually have any sign and symptom. واضح النقطة. لا، one possible sign of بريدي ابيتس اللي هي دارك سكن، دارك سكن on the certain part area of the body، في الأكزيلا أو بالنك. هاي هي الأشياء. The classical sign and symptom suggest you have moved from pre-diabetes لإيش؟ إذا المريض صار عنده classical symptom بوليوريا، بوليفيجيا، بوليديبسيا، بتكون أنت moved from pre-diabetes لإيش؟ للtype 2 diabetes mellitus، للtype 2A diabetes mellitus. واضح؟ سؤال بعدي، سؤال التاسع، 51 year old man is on his way to dialysis session، يعني هو بطريقه للدياليزيس for end-stage renal disease. When he is experiences بلش يشكي من sudden onset of rapid palpitation، فجأة صار عنده rapid palpitation اللي هو خفقان بشكل مفاجئ. He feels uncomfortable، يعني هو مش مرتاح. And but not shortness of breath، ما عنده shortness، ما عنده ضيقة في النفس. And has no chest pain، ما عنده chest pain. He goes to the nearest accident and emergency department، راح لأقرب emergency department. ECG was done. المريض زي هيك عنده بالبيتيشن، بيعملوا له اي سي جي اول شيء، هيو اتاتش بلو، شو رايكم؟ هي الاي سي جي، شو الفايندنج اللي بتلاقوه هنا في الاي سي جي؟ شو رايكم الفايندنج اللي لقيناه في الايش في الاي سي جي هنا؟ هذا هو الاي سي جي. واضح النقطة ولا لا؟ شو رايكم الاشياء اللي بنلاقيها هنا؟ طلعوا شو عندنا؟ شو عندنا؟ عندنا اشياء كثيرة طلعوا بالضبط. اذا بنطلع على ال طلعوا على الليد 2، طلعوا على الليد 3، طلعوا التي ويف، شمال التي ويف ليد 2 ليد 3، طلعوا على الفي ويفز كمان خاصة في 3 في 4 في 5 شمال التي ويف، هايبر اكيوت تي ويف، صح ولا لا؟ هايبر اكيوت تي ويف موست كومن كوز للهايبر اكيوت تي ويف. شو هو بالسيناريو زي هيك؟ اسباب الهايبر اكيوت تي ويف قد تكون ام اي، ولكن السيناريو هذا ليس لاكلي جاي مع ام اي، المريض ما عنده شست بين. والسبب الاخر اسباب الهايبر اكيوت تي ويف هو هايبر كليما، المريض عنده اصلا اند سيجنال ديزيز، اند سيجنال ديزيز بيمحو هايبر كليما ولا لا؟ هو اند ديالز اصلا بيجي محو هايبر كليما، وذلك هايبر اكيوت تي ويف. والامر الاخر الكيو ار اس، في شويه وايدنينج في الكيو ار اس ولا لا؟ شو رايكم؟ كيو ار اس شويه وايد ولا لا؟ كيو ار اس شويه وايد ولا لا؟ طلعوا هي حتى بالاناليزيس معطيك اياها، كيو ار اس ديوريشن 145 او 140، 145 نورمال هاي؟ قديش النورمال كيو ار اس؟ حدا بيعرف قديش النورمال ديوريشن كيو ار اس؟ لازم تكون اقل 120 صح؟ تكون اقل من 120. هون لاحظ وايد كيو ار اس، وايد كيو ار اس كمان بتيجي مع مين؟ مع الهايبر كاليميا. في بعض الليدز مش كل الليدز لاحظوا حتى البي ويف شمالها، في بعض الليدز شمال البي ويف مش موجوده، هاي ميزه من ميزات كمان الهايبر كاليميا، ابسنت بي ويف، هايبر اكيت ويف، وايد كيو ار اس. طيب على كل حال شو هو بيزد اون بالنسبه للاكسس، شو نوع الاكسس عند المريض؟ لاحظوا هون واحد ثلاثة بتطلع عليهم، واحد طلع ثلاثة على واحد تلاقي انهم ايش؟ ليفت ايش؟ access في عندنا list activation. طيب based on given clinical case scenario the most likely electrolyte disturbance responsible for these ECG changes شو هو؟ ما بعرف بالسؤال بالامتحان كانوا ما جابوا لهم ECG، كانوا جابوا لهم دايركتلي حاكين لهم انه المريض عملنا له ECG لقينا عنده وايد كيو ار اس ولقينا عنده هايبر اكيوت تي ويف.
بغض النظر جايبينهم اي سي جي او مش جايبينهم، شو الموست لايكلي؟ الجواب هو هايبر كاليميا. الجواب هو ايش؟ هايبر كاليميا. بالامتحان على الاغلب انهم ما جابوا لهم اي سي جي. انا لما حطيت السؤال حطيت لهم، حطيت للطلاب اي سي جي ما في اي مشكله، بس الفكره من السؤال اتوقع انها واضحه. اي سي جي تشينجز هنا الهارت ريت نورمال صارت ريتم الكترولاي الكتريكال عندنا فيرست ديجري اي في بلوك، عندنا فيرست ديجري اي في بلوك يعني وايد كيوراس اند ليفت انتيرو فيزيكال بلوك سلايتلي وايد كيوراس اكسس ليفت اكسس ار ويف ديليد بروجريشن نو هايبرتروفي اس تي ان تي اكستريملي بيك تي ويف اكستريملي بيك تي ويف. هاي الاناليزس للاي سي جي هذا موست لايكلي يعتمد على السلايد هو هايبر كلمه. سؤال بعدي سؤال 10 62 يير اولد وومن اتند هير جي بي فور روتين ميديكال اكزامينشن عملها ميديكال اكزامينشن روتين اند از نوتد تو هاف بان سيستوليك ميرمر عمرها 62 سنه وعندها بان سيستوليك ميرمر. شو رايك طلابنا؟ شو اسباب البان سيستوليك ميرمر؟ سؤال كارديولوجي سألينهم عن البان سيستوليك ميرمر، شو أسباب البان سيستوليك ميرمر؟ هذا بيعرف ما هي أسباب البان؟ بان سيستوليك يعني هول سيستوليك يعني ميرمر بكل السيستول. شو أسباب البان سيستوليك ميرمر؟ أسباب بان سيستوليك ميرمر طلابنا، أسباب بان سيستوليك ميرمر يا في اس دي فنتركلر سيبتال ديفكت أو إيش؟ أو مايترال إيش؟ مايترال إيش؟ mitral regurgitation or tricuspid ايش regurgitation. تعرف هاي المعلومة ولا لا؟ انه الباسيستوليك ميرمر بيجي يا مع الفي اس دي او مع المايترال regurgitation او مع التراكسبيد regurgitation. واضح النقطة ولا لا؟ هسا طب في اس دي يمكن تيجي عند ادلت؟ ادلت تيجي في اس دي؟ شو رايك؟ وهل يمكن ادلت تيجي في اس دي؟ شو رايك؟ انتريهيد ديفكت؟ انلايكلي صح ولا لا؟ انلايكلي انه ادلت نلاقي عنده في اس دي. على العكس من الاي اس دي، الاي اس دي يمكن تلاقي ادلت تلاقي عنده اي اس دي، اما في اس دي لا ليس لايكلي صح؟ طب يمكن تكون في اس دي سكندري تو ام اي، يمكن يكون مثلا في اس دي سكندري تو ام اي، يمكن في احد الكومبليكيشن للفي اس دي اللي هي اكويرد في اس دي اللي بيصير عندنا رابتشر للانترفنتركولار سبتم بعد الام اي، ولكن هل بالسيناريو هنا جاي هي ايش؟ جاي عندها ام اي او شيء؟ بحكي لك هي جاي من الروتين ميديكال اكزامينشن، لذلك خيار في اس دي شماله؟ خيار مش صحيح، خيار ايش؟ مش صحيح. طيب اذا بيبان سيستوليك ميرمر لازم نفكر في الماترال ريجستريشن ونفكر في التراكسبيد ريجستريشن صح ولا لا؟ طيب رادييتنج تو ذا ليفت اكزيلا الميرمر رادييت للليفت اكزيلا، اذا هاي ماشي مع مين؟ لما يكون ميرمر رادييت للليفت اكزيلا ماشي مع ايش؟ مع مايترال ولا تراكسبيد؟ شو رايكم؟ جواب ماشي بكون ايش؟ بالفيزيكال ساين هاي بالعلامه السريه هاي ماشي مع مايترال. طيب على كل حال نكمل. هير بلاد بريشر 118 71 يعني نورمال. The pulse is regular 16 beat per minute. She is entirely asymptomatic. يعني ما عندها أي symptoms. بس اكتشفنا عندها الميرمر هذا. Chest X-ray is normal. Chest X-ray شو ماله normal. And ECG revealed pathological Q wave. Pathological Q wave in the inferior leads. لاحظ إنه شكله كان عندها MI. كان عندها إيش؟ MI. لأنه عندها pathological Q wave in the inferior. كان عندها old MI. Old inferior MI. طيب هسا طلعوا. Please I'm giving a clinical case scenario. The most likely diagnosis. هسا طب انتبهوا طلابنا صح؟ حكيت لكم عن الام اي. هسا هل المايترال فالف ديسوردر احد الكومبليكيشن للام اي؟ حد دارس الام اي والكومبليكيشن للام اي؟ يمكن الام اي كان ليد تو مايترال فالف يعني او كان ليد تو رابتشر اوف ذا كورد تندني لما تمسك المايترال فالف وتعمل مايترال ريجريتيشن. شو رايكم؟ جواب يس. اللي دارس الام اي بيعرف الكوميونيكيشن الام اي يستعمل ماترال ريجرجيتيشن. طيب على كل حال بيجي نجيب لك كلينيكال كيس سيناريو وقت لما تلاقي ديموز. هل هو ماترال ستينوزس؟ هل هذا بيكشر ماترال ستينوزس؟ شنو عندنا اللي بيعمله؟ ماترال ستينوزس شو بيعمل؟ بيعمل ديستوليك ميرمر ولا لا؟ بيعمل ديستوليك ميرمر صح؟ بيعمل ديستوليك ميرمر ما بيعمل هولوسوستوليك. فنتركلو سيبتال ديفكت هل هذا بيكشر ماشي مع في اس دي؟ في اس دي هي مره اخرى احد الكوميونيكيشن الام اي قد تكون، ولكن يعني ال في اس دي يعني احد الديفرنشال، ولكنها هي يعني مش هي التوب اوف ذا ديفرنشال. الفي اس دي مايترال ريجرجيتيشن، مايترال ريجرجيتيشن شو رايكم؟ هذا على الاغلب الجواب، هذا هو على الاغلب الايش الجواب. تراكسبيد ستينوزس لا، تراكسبيد ستينوزس ما بيعمل، بيعمل ديستوليك ميرمر. اورتيك ريجرجيتيشن خطا، اورتيك ريجرجيتيشن ما بيعمل هذا شو اسمه الاورتيك ريجستريشن اصلا، هو بيعمل لنا ميرمر، بيعمل لنا ايش؟ ديستوليك ميرمر. فالجواب هو عباره عن مايترال ريجستريشن. هنا
حاطط لكم انا جدول بانواع الميرمر، سيستوليك ميرمر بيجي مع الاورتيك سينوس، مايترال ريتريشن بيجي مع سيستوليك ميرمر، الاورتيك ريتريشن بيجي مع ديستوليك ميرمر، مايترال ستينوس بيجي مع ديستوليك ميرمر. هنا المريض عندها مايترال ريجال ريتريشن. الاسباب قد تكون روماتيك فيفر، قد تكون اندوكارديتس، قد تكون ليفت فنتريكل ريتريشن بعد الام اي، هذا هو على الاغلب السبب. بيجي بيعمل، بس المريض هاي ما عندها اي عرض من الاعراض، فلذلك هذا ما عندها الاعراض، يعني ما عندها هاي الاعراض كلها. الكلينيكال ساين الريجولار بالس اي فيب يمكن نلاقي اند ديسبيسد ايبكس، الساوندز طلعوا بان سيستوليك ميرمر، بان سيستوليك ميرمر. اورتيك ستينوزس بيعمل اجكشن سيستوليك ميرمر، اورتيك ريجرجيتيشن بيعمل ايرلي ديستوليك ميرمر، مايترال ستينوزس بيعمل ميد ديستوليك ميرمر. فهنا انتبهوا لها، الاس 1 بيكون سوفت، الاس 2 بصير سبليت اوف اس 2 قالوا بريث ممكن نلاقي. بالنسبه للانفستيجيشن شو سكسس بتلاقي ليفت فنتريكل هايبرتروفي كالسيفايد فالف، ايكو بتلاقي دياجنوستيك كارد، الايكو هي البيست او الجولد ستاندر. التريتمنت هاي التريتمنت بدها بيتا بلوكر، بدها كاسنشال بلوكر فور ريت كنترول، دايجوكسن اذا كان عندنا اليمنت اوف هارت فيلر، انتي كوجولانت اسبرين اند وارفارين، انفكتيف اندوكاردات بروفيلاكسس. And has the balance of the member differential to VSD and tricuspid regurgitation. ولكن بشكل عام الماتر regurgitation is more common than هذولا than VSD and than tricuspid regurgitation. فالجواب هو ماتر regurgitation. واضح؟ إذا فكرة السؤال، شو فكرة السؤال عشان ما نطول عليكم، جابوا سيناريو المريض أو مريضة عندها ميرمر، الميرمر كان بانسستريك ميرمر، كانوا حاكين شو الليجن اللي بتعمل بانسستريك ميرمر، الأسباب بتعمل بانسستريك ميرمر زي ما حكيت لكم، ماتر regurgitation tricuspid regurgitation VSD. في السيناريو هذا انا حاطه مايترال ريجستريشن هو الموست لايكلي، واضح النقطه ولا لا؟ ف يعني حاولوا قدر الامكان. سؤال بعدين، سؤال 11، 28 يير اولد مان هاز بين نيولي دياجنوز بالازما. لاحظوا سالين كثير عن الازما وعن الريسبيراتوري بالتحديد عن البرونكيال ازما. هي هاز بين ادميتد تو اكسيدنت اند ايمرجنس روم في البشير هوسبيتال ويز سيفير لايف ثريتنينج اكسربيشن اوف ازما. سيفير لايف ثريتنينج لاحظوا سيفير لايف ثريتنينج severe life threatening هاي هي severe slash status asthmaticus. But vital on arrival لل ER SpO2 طلعوا 89% on 50% oxygen، معطينه 50% والأوتسو طلع 89. لاحظوا انه عنده هايبوكسيا، عنده severe هايبوكسيا. respiratory 30 per minute، heart rate 120، blood pressure 110 على 50، and temperature 38 فاس يعني 38.7.7 اللي هي يعني عنده بايركسي، عنده حرارة. الكلينيكال فايندينج ذات ليست لايكلي كونسيست وذ بيشنت كلينيكال دياجنوزس. شو البيشنت كلينيكال دياجنوزس؟ هو سيفير لايف ثريتنينج برونكال ازما، سيفير لايف ثريتنينج اتاك برونكال ازما. شو الفايندينج ليست لايكلي؟ يعني بحكي لك انه كل الفايندينج الاتيه رح نلاقيها عند المريض بتكون ماشيه مع 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 التشخيص اللي حطيناه للمريض. مين اقل وحده ماشيه مع التشخيص اللي احنا حاطينه؟ سيانوزس. شو رايك سيانوزس؟ مريض اودو ساتوريشن 89% وعلى 50% اكسجين، شو رايك؟ اكيد رح يكون سينوز صح ولا لا؟ وعنده اصلا هو لايف ثريتنينج برونكال ازما، لايف ثريتنينج اتاك او ستيتس اكيد. بلسس بارادوكسس، شو رايك؟ بس بارادوكسس ممكن يكون موجود ولا لا؟ بريزنس اوف بلسس بارادوكسس، وجود البلسس بارادوكسس صحيحه. طب لو كتب لك ابسنت اوف بلسس بارادوكسس، شو رايك؟ ابسنت اوف بلسس بارادوكسس كمان صحيحه. البلسس بارادوكسس طلابنا يمكن تكون موجوده وواضحه جدا بالحالات السيفير، وبالحالات الستيتس اسمتيكوس بالليت ستيج ادفانس بتكون ابسنت مش موجوده. ليش؟ لانه بصير عندنا ريسبيراتوري فيتيك. فالبارس بروس بشكل عام هي صحيحه. بايلاترال لاود اكسبيراتوري ويز، شو رايكم؟ بايلاترال لاود اكسبيراتوري، ان يكون في عندي اكسبيراتوري ويز بايلاترال وبتكون اكسبيراتوري في الاكسبيريشن، هل هاي بتكون ناشئه مع سيفير اتاك او مع لايف ثريتنينج برونكال ازما؟ شو رأيك؟ إذا كانت سيفير أتاك يمكن أسمع ويزس. الويزس شو بكون الويزس؟ الويزس بيكون أول شيء أويدبل، أويدبل يعني ما بدهم سماعة، ما بدهم أسكولتيشن. والأمر الآخر وين بيكون وجودهم؟ بيكون وجودهم إكسبيراتوري أند إنسبيراتوري، يعني بكل السايكل، بكل الإيش؟ السايكل. هذا إذا بنلاقي إحنا ويزس بالسيفير، وبالكتب بكتب بالسيفير ممكن نلاقي ويزس بيكونوا إن إنسبيراتوري أند إنسبيراتوري. طب بالستيتس أسماتيكوس أو باللايف ثريتنينج شو بصير في الويزس؟ بصير الويزس حدتها بتقل لدرجه انه شو مالها؟ disappear، تختفي تماما ولا لا؟ الويزس بتختفي ايش تماما. لذلك هل هذا العلامه قد تكون لي اسلايكلي اني الاقيها ولا لا؟ العلامه هاي العلامه وين بلاقيها انا؟ بلاقيها بالحالات المالد، او يمكن الاقيها بالحالات الايش؟
حالات المودريت ولا لا؟ الحالات المايلد او الحالات الايش؟ المودريت، وليس بالحالات الايش؟ السيفير او الحالات الايش؟ الـ شو اسمه الحالات الافتر ثينك. طيب ام ايبل تو كومبليت فول سنتنس ان ون بريث، مش قادر يكمل جمله كامله بنفس واحد؟ اكيد صحيحه. نورمال بي اي سي او 2 ان ذا اي بي جيز، هاي النقطه نقطه قاتله، هاي الخيار هذا. شو رايكم؟ سي او 2 الاقيه نورمال، هل هذا احد الكرايتي او احد الاشياء اللي يمكن الاقيه عند المريض ولا لا؟ الجواب يس. Normalization of the CO2 in patient with severe attack bronchial asthma is alarming sign ولا لا؟ إذا CO2 صار normal والPH إذا صارت normal، هاي alarming sign ولا it is good sign؟ It is reassuring sign ولا non reassuring sign؟ It's alarming sign. إذا الPH صارت normal، CO2 صارت normal، المريض عنده severe attack bronchial asthma، alarming sign. شو alarming sign؟ يعني call the intensive care doctor أو call the anesthetist and transfer patient لوين؟ لل ICU، لأن ال patient impending إيش كملوا؟ ال patient قريبا رح يصير عنده إيش؟ respiratory failure، رح يصير عنده إيش؟ respiratory failure. إذا صار عنده respiratory failure ال patient will need إيش؟ intubation and mechanical ventilation. وضع النقطة ولا لا؟ تابعوا لهي النقطة، بحكي لك acute exacerbation expiratory wheezing prolonged expiratory phase increase expiratory rate، هاي كلها من العلامات الأكوت exacerbation expiratory wheezing prolonged expiratory phase increase، هذول علامات من علامات الاكسربيشن بشكل عام. severe exacerbation أو status تلاقوا طلعوا شو عندنا بال severe exacerbation أو بال شو اسمه ال severe exacerbation، لاحظوا انه بصير عندنا pulses paradoxes، بصير cyanosis، inability to speak in symptoms، lethargy، decrease mental state، use of accessory muscle of respiration، silent chest هي اللي حكينا لكم عنه، auto saturation less than 92%، PO2 less than 8 كيلو باسكال او less than 60 مليمتر مركوري، PF ratio less than 33%، and PCO2 4.6 to 6 كيلو باسكال. اللي هي شو هاي القيمة؟ PCO2 هاي القيمة، قيمة ايش؟ هاي القيمة الطبيعية ولا لا؟ 4.6 يعني 35، 6 يعني 40، 45 عفوا، 35 هاي القيمة الطبيعية ولا لا؟ هاي بالمليمتر ميركوري، هذا بالكيلو باسكال، هاي القيمة الطبيعية للسي او 2 ولا لا؟ يس القيمة الطبيعية للسي او 2، وهذول كلهم بدلوا على ايش؟ على سيفير اكسربيشن او على ستيتس، على ايش؟ على ستيتس اسمتكس. سؤال 12، 57 يير اولد ومن بريزنت تو جوردن يونيفرستي هوسبيتال كلينيك افتر بينج ريفيرد فروم هير جي بي consist of elevated blood pressure، يعني عندها مشكلة إنه blood pressure عندها مرتفع above 140 over 90. Her last reading كانت 147 على 93، يعني عندها hypertension. The female does not report any symptoms، ما عندها أي symptoms، but recently lost her job and attribute the elevated reading to stress، يعني هي تدعي إنه سبب ال elevated reading إنه هي in stress بسبب الجوب. بحكي لك هسه هير بلد تيست ريفيل، طلعوا صوديوم 148، ايش هاي؟ نورمال هاي لو، نورمال هاي لو، نورمال هاي ولا لو؟ شو رايكم؟ 148 هاي هاي، اذا عندنا هايبرناتريميا. كلورايد 101 اتس نورمال على الاغلب، بوتاسيوم 3 هاي لو، اذا عندنا هايبوكاليميا، عندنا هايبرناتريميا. السو 329 ايش رايكم هاي؟ نورمال ولا هاي ولا لو؟ هاي هاي صح؟ يعني عندنا ميتابوليك الكا low this، وعندنا hypernatremia وعندنا hypokalemia، فيميل عمرها 57 سنة وعندها hypertension. بحكي لك جلوكوز 7.7 random، يعني accepted طبيعي، random 7.7، يوريا 4 accepted، the most appropriate investigation after rule out essential hypertension. هسا لما يجينا مريض hypertension أكيد أول شيء بدك تفكر فيه، خاصة بالعمر هون لازم تفكر في الاسينشال هايبرتنشن. هو بحكي لك بده موست ابروبريت انفستيجيشن افتر رول اوت اسينشال، يعني انت استبعدت الاسينشال هايبرتنشن، المريض ما عنده اسينشال هايبرتنشن، ايش هو الموست ابروبريت انفستيجيشن؟ هون البكتشر ايش ماشي مع، طلعوا هايبرناترينيا، هايبوكاليميا، عندها ميتابوليك الكالوزس وعندها هايبرتنشن، طلعوا الخيارات. سي تي سكان اوف ذا ابدومن، سي تي سكان اوف ابدومن ليش بنعملها كانفستيجيشن لمريض عنده هايبرتنشن؟ نخاف من ايش؟ من مثلا من ماسس، وين ماسس بالكدني او بالادرينال جلاند عامل الهايبرتنشن صح ولا لا؟ يورينري اتش في اي في ام اي ام ميتنفرين، شو رايكم هاي نعملها لمين؟ للمرضى مش تبع عندهم فيكروسيتوما، هل هذا بيكتشر اوف فيكروسيتوما؟ هل هذا البيكتشر بيكتشر اوف فيكروسيتوما؟ ليش لايكلي لا فيكروسيتوما بتيجي زي هيك.
ما بتيجي بهايبرناتريميا، ما بتيجي بهايبوكاليميا، ما بتيجي زي هيك. طيب ابدومينال الالتراساوند سكان، هسه الايميجنج سواء الابدومينال ساوند او سي تي سكان مش راح تكون انيشال انفستيجيشن، افضل شيء نبلش بلابراتوري انفستيجيشن راذر ذان ايميجنج من البدايه. الدوستيرون رينين ريشيو، الدوستيرون رينين ريشيو لمين نعملها؟ الدوستيرون رينين ريشيو لمين نعملها؟ نعملها للكونز ديزيز ولا لا؟ هل هذا البكتشر بكتشر يمكن يكون كونز؟ شو رايكم؟ هايبرناترينيا، هايبوكاليميا، ميتابوليك الكالوزس، هايبرتنشن، شو رايكم؟ احد يعني المريض احنا بحكي لك موست ابروبريت انفستيجيشن افتر رول اوت اسينشال، يعني اللي سنجل هايبرتنشن هو البرايمر هايبرتنشن استثنيناه. اذا ما نفكر بانه اسباب الهايبرتنشن السكندري كوزز الهايبرتنشن، صح؟ سكندري كوزز الهايبرتنشن منهم اسباب كثيره، اي ابنيا، بي باد كدني، سي اللي هي كورتيشن اوف اورتا او الكالسيوم، دي عباره عن دراجز الاي اندوكرانوباثي. اندوكرانوباثي لهم اسباب كثيره، منهم كوشنج، منهم هايبوثايروزم، منهم هايبرثايروزم، منهم الكون سندروم، منهم الهايبر باراثيروزم، في اسباب كثيره للاندوكراين. جلوكوز تولرانس تيست، بس الراندوم جلوكوز عندنا 7.7، لذلك يعني جلوكوز تولرانس تيست بحد ذاته ما يعني مش راح يعطينا اكسبلانيشن شو سبب ارتفاع الضغط. شو رايكم؟ هون على الاغلب اكثر شيء بفكر فيه بهاي الارقام هايبر ناترين وهايبو كليما معتابر الكولوز هو كون سندروم، لذلك شو اول شيء كان نفكر فيه؟ اللي هي الدوستيرون رينين ريشيو، الدوستيرون رينين ريشيو. وهذا نقطه لا ممكن تعيد السؤال دكتور قصي مره اخرى. المريضه عندها ارتفاع ضغط الدم، تحولت من عياده عامه طب عام للمستشفى انه عندها ارتفاع ضغط الدم، بحكي لك عملنا لها فحوصات لقينا عندها هايبرناترينيا، لقينا عندها هايبوكاليميا، ولقينا عندها ميتابوليك الكالوزس. وبحكي لك هسه طالب لك بالسؤال، بحكي لك شو الموست ابروبريت انفستيجيشن انك تعملها اياه عشان تعمل انفستيجيشن لارتفاع ضغط الدم عشان تعرف شو سبب ارتفاع ضغط الدم. After rule out essential hypertension، يعني لازم انت اول شيء rule out essential hypertension، لازم ترول اوت الايش essential ايش hypertension. شو اول شيء بتفكر فيه بهذول الفحوصات؟ انك تعملها imaging CT scan للابدومن عشان تطلع على الماسس مثلا في الكدني او الماسس في الادرينال جلاند، او تعمل ابدومن الالتراساوند. بس من ناحيه منطقيه يعني ليس منطقي انك تبلش في imaging قبل ما تبلش في laboratory investigation، فمنطقي انك تعمل laboratory investigation بعدين تعمل imaging. فلذلك الخيارين هذول A و C خطأ. حاطين لك خيار B urinary HVA VMA اللي هم فينيليك أسيد فينيل مانديليك أسيد، هذول اللي فيه كروموسيتوما. هل هذا البكتر بكتر فيه كروموسيتوما كصورة سريرية؟ هل هذا البكتر فيه كروموسيتوما؟ فيه كروموسيتوما، هذا مش بكتر فيه كروموسيتوما. فيه كروموسيتوما أصلا الضغط بيجي بالقراءات هاي 147 و93، قراءات الضغط في الفيه كروموسيتوما بتكون very high، بتكون 180 190 over 100 110، تكون قراءات فيري هاي. وهل بيجي مع فيه كروموسيتوما الكترولايت ديستربنسز او اسيد بيز ديسبالانس؟ جواب لا، جواب ايش لا، فهذا كمان خطا. بضل عندنا الجلوكوز تولرانس تيست ما له علاقه، الجلوكوز تولرانس تيست نعمله اذا كنا مشتبهين عندنا دايابيتس، ولكن ما له علاقه. الراندوم جلوكوز اصلا 7.7 اكسبتد. فهنا شو عندنا اللي هو الدوسترون رينين ريشيو. الدوسترون رينين ريشيو هو الانفستيجيشن اللي عملها لمين؟ للكونز ديزيز ولا لا؟ للكونز ديزيز. هذا البكتشر كود بيكون كونز ولا لا؟ مع هاي الهايبرناترينيا، مع هاي الهايبوكاليميا، مع هاي الميتابوليك الكلوزس، هل الكونز بيعمل هاي الاشياء؟ الجواب يس، جواب يس. الجواب هو الالدوستيرون رينين ريشيو. واضح النقطة ولا لا؟ طب كيف هاو وي كان رول اوت اسينشال هايبرتنشن او مش اسينشال هايبرتنشن، ستريس انديوست هايبرتنشن، لانه هي بتحكي انه ستريس السبب. نعملها شيء اسمه امبولاتري بلاد بريشر ميجرمنت. سمعتوا شيء زي هيك؟ امبولاتري بلاد بريشر ميجرمنت، يعني بتدخل بصير تيجي على العياده بوقت معين او امراض بدخلوها في المستشفى بقصولها، بصير قصولها الضغط بشكل ايش؟ بشكل ريجولر، بشكل ايش؟ ريجولر. واضح لي؟ امبولتر بلاد بريشر ميجرمنت. طيب احكي لك ذا مين ديفرنشال ان ذا بيشنت از هايبر الدوسترونيزم الرايزنج فروم ذا ادرينال تيومر اللي هو كون سندروم. هسه بقى اذا كان الادوسترون رينين ريشيو اب نورمال وطلع بوزيتيف التست، الادوسترون رينين ريشيو الالدوستيرون شو ماله بيكون؟ بيكون فيري هاي، الالدوسترون بيكون هاي، والرينين شو بيكون؟ الرينين لو. شو بتكون الريشيو؟ اوفر اول الريشيو بتكون هاي ولا لا؟ الالدوسترون عالي والرينين لو، بتكون الريشيو شو ماله؟ فيري هاي ريشيو. فهذا الفيري هاي ريشيو هاي اذا كانت والله بوزيتيف، شو النكست ستيب انك تفكر فيه؟ انه يكون عندك ادرينال ماس. هاي الحاله بتفكر انك تعمل ابدون الترا ساوند، او اذا بدك شيء ادق اكثر دقه شو بتعمل؟ ابدون سي تي سكان، سي تي ابدون، صح ولا لا؟ فلذلك الرول للرول اوف الدرا ساوند او رول سيت سكان بيكون ليتر اون مش من البدايه.
واضح النقطة ولا لا؟ The excess of aldosterone causes hypertension, causes elevated sodium, causes potassium excretion, hypokalemia, and causes metabolic alkalosis. واضح النقطة ولا لا؟ فهي مهمة جدا نعرفها. طيب طيب نكمل نكمل شو هنا يجي السؤال. السؤال 13 بحكي لك 60 year old man present to accident and emergency of the rear medical services with 3 day history of increasingly severe chest pain. Severe chest pain increasingly بزيد. The patient described the pain sharp. Sharp يعني حاد. Tearing تنزيع زي كأنه ممزع صدره. Starting in the center of the chest. بالcenter of the chest. Radiating straight through the his back. بيعمل radiation على الباك. Between his shoulder blades. بيعمل radiation على الباك. The patient looks in pain. يعني patient pain and in pain. But there is no pallor. يعني ما في شحوب. Heart rate 95 يعني normal أو mild tachycardia. Respiratory rate 20 normal respiratory rate. Auto saturation 97. Room air temperature 37 low grade temperature. Blood pressure 185 95. إذا انضغط high very high blood pressure. هي hypertensive يعني hypertensive urgency أو hypertensive emergency كمان مريض عنده chest pain في hypertensive emergency. The most likely diagnosis شو most likely diagnosis اعتمادا على المعلومات الموجودة عندنا هنا. شو رأيكو chest pain tearing عمل radiation على الباك والضغط very high. شو رأيكو هل هو acute coronary syndrome MI؟ شو رأيكو MI بيعمل زي هيك tearing chest pain وبيعمل radiation على الباك less likely صح ولا لا؟ MI بيعمل heaviness أو tightness بيعمل زي cardiac tamponade. كاردك تمبرين بتعمل هاي بارتنشن ولا بتعمل هاي بوتنشن؟ شو رأيكو؟ كاردك تمبرين بتعمل هاي بوتنشن بتعمل بيك ترياد. أورتيك دايسكشن قد يكون أورتيك دايسكشن ولا لا؟ هو على الأغلب هو أورتيك دايسكشن. هذا على الأغلب أورتيك. شو most common cause of أورتيك دايسكشن؟ هاي بارتنشن ولا لا؟ most common cause أو most common risk factor للأورتيك دايسكشن هو الهاي بارتنشن. طيب pulmonary embolism. pulmonary embolism شو رأيكو؟ auto saturation 97% respiratory rate 20 heart rate 95 هل هاي ماشي مع PE؟ شو رأيكو؟ PE بيجي معها تكاردي ولا لا؟ بيجي معها ديساتوريشن ولا لا؟ لذلك هاي PE خطأ. نيمونيا طلعوا أوت ساتوريشن 97 مريض ما عنده كف ولا إشي فالنيمونيا خطأ. جواب أورتيك دايسكشن على الأغلب جواب أورتيك إيش دايسكشن بده إيميجينج المريض هذا لازم نعمل له إيميجينج as soon as possible عشان تورو الأوت الأورتيك دايسكشن. واضح النقطة ولا لا؟ شو في بالله؟ ثمانية طلاب أرجو أن تحطوا ميوت طلاب الكل يحطوا ميوت أرجو أن الكل يحطوا ميوت في الصوت طالع في التسجيل. في سؤال بعدي سؤال 14 42 year old women present with visual disturbances she reports have double vision عندها double vision which was intermittent initially كان بالبداية يجي ويروح but now become much more frequent. Hasa in addition she become breathlessness and very easily experience palpitation. بس بالنهاية السيناريو هذا هو معطيك انه هي مشخص انها عندها grades. طبعا patient based on given scenario or based patient has been diagnosed with grades and عندها grades. Graves disease مرض Graves and placed on pharmacotherapy يعني حطناها عدوى يعني اعراضها اللي عندها عمرها 42 سنة عندها شخص معها بGraves حطناها على فرما على دواء على الفارماكوثيرابي. الفارماكوثيرابي هو انتي ثايرويد ميديكيشن اللي هو زي شو اسمه البروبيل ثيوراسيل او زي الكاربيمازول كاربيمازول اكثر اتوقع استخدامه. على كل حال بيست سرب لابوراتوري تيست فور فولو اب اوف تريتمنت هذا الفكره السؤال. جابوا سيناريو مريض عنده جريتس حكى لك مشيناها على العلاج بحكي لك شو افضل شيء لابوراتوري تيست عشان تتابعها شو لازم يعني تعطيها موعد انها ترجع بعد فتره وتعملها فحص. شو الفحص هو؟ هل هو 3T4 ولا هو 3T3 and 3T4 ولا هو TSH ولا هو TCI thyroid stimulating hormones ولا ESR؟ الجواب هو ايش؟ TSH. واضح النقطه ولا لا؟ TSH. سؤال هذا اجى قبل امتحانات امتياز وهي اللي هون تكرر. اعرفوا هاي الاسئله يعني مهم جدا تعرفوا ما بيكرر الاسئله بشكل حرفي بيكرر لك افكار الاسئله فهي الفكره اجت من امتحانات من قبل. واضح single best screening test to evaluating thyroid function هو TSH. هو الايش؟ تي اس اتش. واضح النقطة ولا لا؟ نيجي بعدين سؤال 15 وناخذ بريك بعد سؤال 15. عندك 24 year old women admitted to accident and emergency department with severe exacerbation asthma. لاحظوا موضوع البرونك الازمة شو ماله؟ ما في مشكلة دكتور قصي. موضوع الازمة لاحظوا بالدورة هاي شو مالها؟ ركزوا عليه كثير صح ولا لا؟ جايبين اسئلة كثير عن البرونك الازمة.
يعني بشكل غريب. طيب على كل حال سيفير اكسبريشن اوف ازما اون اكزامينشن هي الريسبيرتوري ريت 30، الريسبيرتوري ريت عندها 30، اوكسجين ساتوريشن 95% 115 لتر اوكسجين فيا نان بريثر ماسك، temperature 7.2 low grade temperature, patient has been given inhaled bronchodilator salbutamol and ibratropium back to back. يعني اعطيناها السلبوتامول واعطيناها الابروتروبيوم باك تو باك، اعطيناها هذا الكورتيزون انترافينسلي اللي هو اليوجوال مانجمنت للبرونكيال ازمه الطوارئ. despite above mentioned treatment patient was deteriorating، يعني على الرغم من اعطانا كل هاي الاشياء المريضه deteriorating. شو يعني deteriorating؟ يعني respiratory work بزيد، work of breathing بزيد، الاوتو ساتوريشن ما بتحسن، الساينز اوف ريسبيرتوري ستريس ستيل موجوده. موست ابروبريت نيكست ستيب اوف مانجمنت، شو موست ابروبريت نيكست ستيب اوف مانجمنت؟ اي في امينو، اي في مغنيسيوم سلفيت، ولا اي في امينو فيلين، ولا اي في ادرينالين، ولا نان انفيزيف فنتيليشن، ولا اي في سلبوتامول. بس النان انفيزيف فنتيليشن ممكن كان عن طريق السيناريو هيك نحدد هل بنعمل له فنتيليشن ولا لا، ولا شو بدك عشان تحدد انه بده فنتيليشن ولا لا، سواء نان انفيزيف او انفيزيف بده اي بي جي صح ولا لا؟ هل معطيك اي بي جي بالسؤال؟ جواب مش معطيك، فلذلك خيار الفنتيليشن شو ماله؟ خيار خطا. ما بنقدر نقرر نعمل فنتيليشن ولا لا الا عن طريق الاي بي جيز. ان كان عن طريق الصوره السريريه اذا كان في عندي اختلال مستوى الوعي. اذا كان والله مستوى الوعي بلش يقل بامكاننا نعمله، ولكن هنا بالفنتيليشن خطا. سلبوتامول، هل في السلبوتامول اي في بحكي لك انه السلبوتامول اللي بتعطيه انت انترا انهيليشن بتعطيه اي في؟ شو رايك؟ بس السؤال هذا صدقا ما بعرف انا شو هم الكتاب ايش معتمدين بالمجلس الطبي للباطني؟ اتوقع معتمدين كتاب كابلان للميديسن، معتمدين كابلان كانه الميديسن صح؟ صدقا انا دورت بكتاب كابلان ما مش حاطين جايد لاينز او الجوريثم للتريتمنت اوف سيفير اتاك برونكال ازما او الستاتس اسماتيكوس، مش حاطين الجوريثم. ف صدقا ما بعرف الجواب هنا. هسه الجواب هنا هو بين يا اي في ادرينالين او اي في مغنيسيوم، جواب بين هذول الاثنين. الامانوفيل لن يستخدم ولكنه اتس نوت هايلي ريكومندد. زمان كان يستخدم مور كومون، زمان وقت الحالي لا، صار هو ما بيستخدموه كثير. النون انفيزبل ليش حكيت لكم هنا؟ لا ما لها رول، ما من خطا يعني. الاي في سلبوتامول قد يكون احد الاجوبه، ولكن اذا المريض على الانهيال سلبوتامول ما تحسن يعني انلايكلي او ليس لايكلي انه يتحسن الاي في سلبوتامول. الجواب هو يا اي في ادرينالين او اي في مغنيسيوم سلفيت، واحد منهم. الدكتور قصير بيحكي انه مغنيسيوم، معظم الطلاب جاوبوها مغنيسيوم، ما في مشكله، معظم الطلاب جاوبوها مغنيسيوم، قد يكون الجواب مغنيسيوم. حتى انا دورت الباقي من الكتب الاخرى، ما في كل جايد لاين او كل مستشفى او كل هوسبيتال له، كل هوسبيتال له الجوريثم خاص فيه. بعض الهوسبيتال بتعطي مغنيسيوم وبعدين بتعطي ايش؟ يعني او معظم الهوسبيتال، خليني اسمي معظم الهوسبيتال ومعظم الجايد لاين بتعطي مغنيسيوم قبل ما يعطوا الايش؟ ادرينالين. في بعض الهوسبيتال حاطه الادرينالين قبل، حاطه الادرينالين ايش؟ قبل، حاطه الادرينالين قبل. واضح؟ دكتور احمد مجدي بيحكي ميرسي، قد يكون سي. صدقا انا ما في عندي انا شو اسمه، اي حطيت لك انا بعض الالجوريثم من بعض المواقع، حطيت لك طلع شو بيعطوا، طلعوا بحكي لك اكيوت ازما مايلد مودريت سيفير، هاي المريض عنده سيفير، اعطيناه المانجمنت العاديه التقليديه اللي هو التقليدي، بنشوف هل صار عندنا امبروفمنت ولا لا. اذا ما صار عندنا امبروفمنت طلعوا شو بنعطي، طلعوا هيو كونتينوس نيبولايزنج وذ سلبوتامول اند ابراترول، طلع شو حط لك هون، حط لك مغنيسيوم سلفيت 1 تو 2 جرام اي في، وحكى لك حط لك مغنيسيوم سلفيت 1 تو 2 جرام ايش؟ اي في. واضح؟ اذا نو امبروفمنت، اذا المريض يعني صار عنده يعني نو امبروفمنت بيعطوا ايش؟ مغنيسيوم، بيعطوا ايش؟ مغنيسيوم سلفيت. فالمغنيسيوم له دور، ما بحكي انه مالوش دور، له دور، ولكن طلعوا according to the British Thoracic Society 2019 asthma guideline. هذا British يعني اليو كي، بحكي لك acute severe asthma any one of the following، any one of the following هذا بدل على acute severe asthma اللي هي البيك سبيرتوري فلو ريت 33% ل 50% من البريدكتد، سبيرتوري ريت اكثر من 25، هارد لاحظ 25 يعتبروا، هارد ريت اكثر من 110، ان ابيليتي تو كومبليت سنتنس ان ون بريث، لايف ثريتنينج ازما او يسموها ستيتس سماتيكوس ان بيشنت وذ سيفير ازما، يعني المريض هذا وذ اني اوف ذا اني ون اوف ذا فولوينج، اي واحده من الاتي، اذا البي اف ريشو صارت اقل من 33%، يعني صارت تحولت من 33 ل 50 صارت اقل من 30% 33%، اوتو ساتوريشن صار اقل من 92، اذا المريض هذا اللي عندنا عنده اوتو ساتوريشن لو، هذا مريض عندنا اللي هو ستيتس ميديكوس عنده يعني لا ثريتنج ازما، او بي او 2 اقل من 8 اقل من 60 ملليمتر ميركوري
طلعوا السي او 2 انها تكون نورمال 4.6 ل 6 اللي هي نورمال سي او 2، التيرد كونشس ستيتس، اكزوستشن، ارثميا، هايبوتنشن، سيانوزس، سايلنت شست، كل هذول بور ريسبيراتوري افورت، كل هذول بدلوا على اي واحده منهم اذا اجت مع المريض عنده سيفير اتاك بنك الازمه بنعتبره لافرتنج بنك الازمه. نير فات الازمه رايزد سي او 2 اور ريكوايرنج ميكانيكال فنتيليشن وذ رايزد انفليشن بريشر، واضح؟ طيب consider giving single dose of IV magnesium sulfate to the patient with acute severe asthma. Consider giving single dose of IV magnesium sulfate who have not had good initial response to inhaled bronchodilator therapy. إذا ما تحصل للإنهيلد bronchodilator therapy أعطي single dose of IV magnesium. هي according to AH2 Bridge Thoracic Society 2019 يعني most recent guideline في الموضوع بيحكي لك نعطي أعطي magnesium أعطي single dose أعطي شو ماله single dose. إذا بتطلع على other guideline أو other يعني guideline بتطلع شو هي مثلا هون مثلا هاي بحكي لك انت خذ من المريض هيستوري بلش initial management اللي احنا مبلشينه already beta 2 agonist albuterol ويعطي nebulized هذا IV hydrocortisone المريض already أخذ IV hydrocortisone إذا كان في poor response continue nebulizer nebulized beta 2 agonist and nebulized anticholinergic. طلعوا شو هون حط لك النقطة الثالثة حط لك IV or subcutaneous بيتا أغونست اللي هو يعني إبنفرين يعني أدرينالين. فالقصد النقطة اللي وصلت إياها إنه ما في شيء واضح في الموضوع يعني ما في جايدلاين واضحة، كل جايدلاين تختلف عن جايدلاين أخرى. واضح مثلا في البريتش ترسكسيتي بيحكي لك نعطي مغنيزيوم قبل الأدرينالين، هون مثلا بهاي البروتوكول بيعطوا أدرينالين مثلا بيعطوا الإيش بيعطوا الأدرينالين بعد الأدرينالين لاحظوا بيعطوا الثيوفيلين أمينوفيلين in select severe cases of status symptoms patient IV magnesium. لاحظوا المغنيزيوم هون شوي كان متأخر يعني حسب أنا حسب تجربتي أتوقع أنه الأسلم مش عارف أنا إذا جاني السؤال زي هيك صدقا رح أجاوبه أدرينالين أنا صدقا رح أجاوبه أدرينالين رح أجاوبه أدرينالين إذا جاني أنا السؤال في الامتحان بجاوبه أدرينالين ولكن معظم الطلاب جاوبوا مغنيزيوم ما بعرف بجوز بالمحاضرات اللي اعطوهم اياهم في المجلس الطبي قبل الامتحان كانوا مركزين لهم انه لازم نعطي مغنيزيوم. بس مشكله الادرينالين اعطاء الادرينالين انه بده يعني لازم تكون يعني لازم يكون الستاف او الميديكال هيلث كير بروفايدر اللي بيعطي ادرينالين بده يكون لازم يكون يعني لازم يكون اكسبيرينس وذ انترافينس ادمنستريشن ادرينالين، واضح النقطه ولا لا؟ ومش شرط انترافينس ممكن نعطيه سب كوتينوس او نعطيه انترامسكولار. يعني لازم يكون يعني على معرفة بإعطاء الأدرينالين، وهذا نقطة ولا إذا جاني أنا صدقا شخصيا بجاوب أدرينالين ولكن قد يكون جواب مغنيزيوم، قد يكون جواب إيش مغنيزيوم، ما في كتاب الكبلان اطلعت عليه ما في ألغوريثم بالموضوع، مش جايب لك سيرة شو نعطي أول شيء هل هو مغنيزيوم ولا أدرينالين، واضح؟ بس الجواب هو بين A وبين C، بين أدرينالين وبين مغنيزيوم، معظم الطلاب جاوبوا مغنيزيوم، قد يكون الجواب هذا صحيح ولكن لافا أدرينالين كمان هذا متاح، هذا إيش متاح. واضح النقطة ولا لا؟ هو شو مشكلة المغنيزيوم؟ الريسبونس لإله شو ماله؟ حدا بيعرف شو مشكلة المغنيزيوم؟ unpredictable response unpredictable أو variable response خلينا نسميه variable response. شو يعني variable response؟ يعني few patients they response well to magnesium other patients they didn't response يعني ما بتستجيبوا بالمرة. الأدرينالين هل هذا في منه هذا الحكي؟ هل الريسبونس للأدرينالين variable؟ يعني في بعض الناس بيستجيب بعض الناس ما بيستجيبوش. لا الادرينالين ريسبونس له شو ماله يعني يوجوالي في ار ريسبونسيف للادرينالين. مرضى السيفير اتاك بانك الازمه او الستس ماتكوس بيستجيبوا للادرينالين. فالجواب قد يكون اي او سي، معظم الطلاب جاوبوا اي ما في اي مشكله قد يكون الجواب هذا. انا اذا شخصيا جاني بجاوبوا سي بجاوبوا اي في ادرينالين، واضح؟ طيب ناخذ بريك بعدين 5 دقائق ونكمل بعد البريك.
كيف الطلاب مال نيجي للجزء الثاني من حصة اليوم. الجزء الثاني احنا بأسئلة الباطني دورة شهر 12 2020. سؤال 16. You see a 34 year old woman refer to accident and emergency through her GP, يعني تحولت من خلال عيادة عامة للإمرجنسي ديبارتمنت with weak history of joints. عندها أسبوع عندها جوينتس عندها اصفرار رايت أبر كوادرنت أبدومينال بين عندها ألم في الرايت أبر كوادرنت. On further investigation she had elevated liver functions. عملنا لها liver functions لقينا أنها elevated ALT, AST هاي اللي هي الوظائف الكبد. The following serology result عملنا لها سبنا أشياء تقدير بنعملها إحنا مريض أو مريضة جاية ب elevated liver functions عندها جوينتس نعمل viral screening. viral screening لإيش؟ لا common viral infection في الليفر اللي هم hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E هذولهم صح ولا لا طلابنا؟ تمام. The following serology result إنه سؤال كان إجاهم سؤال في الباطني عن ال serology finding لل viral hepatitis. على كل حال anti hepatitis A virus, hepatitis A virus IgM negative anti hepatitis A virus IgG negative. هذا ايش بدل له طلابنا؟ ال IgM وال IgG لل hepatitis A virus antibodies they are negative. ايش هذا؟ هذا بدل انه ايش؟ انه في hepatitis A ولا لا ولا ما في؟ no hepatitis A virus infection ولا لا؟ وما في ايش حتى؟ ما في no old infection and no ايش حتى؟ no acute infection. ما في old infection ما في chronic. هل صح اكتب chronic؟ هل في شيء اسمه chronic hepatitis A اصلا؟ ما في شيء اسمه chronic. في old infection وما في acute. واضح؟ طب نفس الشيء هل المريضه هاي vaccinated by hepatitis A virus vaccine؟ هل هي vaccinated no hepatitis A virus vaccine حتى ولا لا؟ لان الفاكسين شو بدنا نعملها معامله الايش؟ معاملة الأولد إنفكشن ولا زي كانها أولد إنفكشن. على كل حال واضح الانتربريتيشن لهاي القراءتين؟ واضح الانتربريتيشن؟ أتوقع أنها واضحة. لا تكون واضحة. أنتي هيباتاتس سي فيروس أي جي جي نيجاتيف أنتي هيباتاتس سي فيروس أي جي أم بوزيتيف. إيش هذول بدلوا؟ إيش بدلوا هذول؟ هيباتاتس سي فيروس أي جي جي نيجاتيف هيباتاتس سي فيروس أي جي أم بوزيتيف. إيش هذول بدلوا؟ بدلوا على هيباتاتس سي فيروس إنفكشن. شو نوعها؟ جناح acute hepatitis C virus infection ولا لا؟ ليش acute؟ ليش سميناها acute؟ حكولي ليش سميناها acute؟ اللي دارس ال infectious disease دارس ال infectious أو أمراض هذا إحنا ما بنأخذه بال infectious بنأخذه بال gastroenterology في الهيباتولوجي. اللي دارس هيباتولوجي كويس ليش اعتبرناها acute؟ لأنه ال IgM هي ال positive وال IgG negative فهي acute hepatitis C virus infection. طيب فإذا هي عندها acute hepatitis C virus infection. طيب إيه طب لو كانت ال IgM negative وال IgG positive hepatitis C IgG positive إيش بدل هذا؟ لو كانت ال IgG positive مش ال IgM إيش بدل عيش؟ بدل على chronic hepatitis C virus infection. chronic hepatitis C virus H infection. chronic hepatitis C virus H infection. ممتاز. chronic hepatitis C virus H infection. هل بدل على vaccinated؟ ولا أصلاً ما في فاكسين أصلاً للهيباتيتس سي؟ شو رأيكم؟ ما في أصلاً فاكسين للهيباتيتس سي، صح ولا لا؟ هيباتيتس سي ما له فاكسين، صح؟ بدل على أولد، على إيش؟ على أولد. طيب، هيباتيتس بي سيرفس عند هنا اللي أصلاً الخربطة أو الأشياء اللي بخاف منها الطلاب هي هذولا كلهم عبارة عن إيش؟ ماركرز لمين؟ للهيباتيتس بي. هيباتيتس بي له أكثر من ماركر. هيباتيتس بي سيرفس أنتي بادي بوزيتيف. هيباتيتس بي سيرفس أنتي بادي بوزيتيف. hepatitis B service antigen negative. الانتيجين نيجاتيف. الانتيبادي لل HBS لل hepatitis B service positive ولكن الانتيجين نيجاتيف. هسا ال HBE antigen negative. الانتيجين تبع ال E negative. HBC antibody negative. HBE antibody negative. شو رايكم؟ هذا البكتشر ماشي مع ايش؟ هذول كلهم الانتربريتيشن لهم علاقه بالهيباتيتس B virus. ايش هذا؟ لاحظ the only positive only hepatitis B surface antibody. متى بيكون عندنا only positive hepatitis B surface antibody؟ بس في حالة ايش؟ فقط في حالة الايش؟ vaccinated person.
فقط حالات الفاكسينيتد ايش بيرسون، لما يكون الانسان ماخذ ايش هيباتيتس بي فاكسين ولا لا، هيباتيتس سي بي فاكسين صح ولا لا، هيباتيتس سي فاكسين. فلذلك هون شو صفى اذا، هون عندنا شو صفى اذا، هون انا عندنا الانتربريتيشن لهاي الفايندينج. شو المريضه عندها؟ عندها اكيوت هيباتيتس سي فايروس انفكشن، وهي شمالها عندها vaccinated بالهيباتيتس بي، هيباتيتس بي فاكسين. واضح هسا شو اسمه دكتور ناصر بحكي maybe in treated او resolved او treated هيباتيتس بي، هيباتيتس بي انفكشن. هسا treated او resolved، treated او resolved لازم يكون عندهم الانتي بودي اتش بي سي انتي بودي بوزيتيف ولا لا. اتش بي سي انتي بودي لها نوعين، لها اي جي ام and IgG. IgG لازم إذا كان treated أو resolved hepatitis B infection لازم تكون ال HPC antibody لازم تكون positive، وبالتحديد ال IgG. ما بعرف إذا متفق معي هاي النقطة ولا لا دكتور ناصر باقي الدكاترة، لازم يكون positive لو كان resolved أو treated hepatitis B infection. هو كاتب لك إنه negative، فخلاص راح نعتبر إنه ال IgG أو ال IgG both negative. واضح؟ فهي البكتشر هاد ماشي مع vaccinated. Based on given clinical case scenario and serology finding, the most likely diagnosis. لاحظوا هون حط لك combination. Patient has acute hepatitis A infection and acute hepatitis B infection. طبعا هاي خطأ تماما. Hepatitis A مش موجودة ولا acute hepatitis B infection. Patient has resolved hepatitis A infection and acute hepatitis C infection. هسا acute hepatitis C infection صحيحة ولكن resolved hepatitis A خطأ. Patient had hepatitis B virus. Patient شو ماله had hepatitis B virus vaccine and currently has acute hepatitis C infection. هاي الجواب الصح ولا لا؟ هاي الجواب الصح. وضح السؤال ولا لا؟ وضحت السؤال؟ واضح السؤال هذا ولا لا؟ السؤال مش سهل هذا، السؤال مش سهل. يعني لو كنت انا بلجنة الامتياز ما بحط سؤال زي هيك، سؤال نوعا ما مش سهل، صعب هذا السؤال. يعني ما اتوقع يعني ليفل اوف انتر، يعني مش ليفل انترشيب دكتور انه يحله هذا. يعني اسئله الدخول الاقامه او اول سنه اقامه يمكن يكون مثلا لوجيكال انه ينحط، اما الامتياز لا مش سهل هذا، لانه بده يكون واحد عارف الايمونولوجي وعارف السيرولوجي كويس، عارف الماركرز، عارف يعمل تحليل للماركرز بشكل كويس. وهذا السؤال هو سي، وانا جواب سي. ونحط لك عن الهيباتيتس بي سيرولوجي، يعرفوا الهيباتيتس بي سيرولوجي كل واحد شو بيعني. في عنا اكيوت هيباتيتس بي فيروس انفكشن، في عنا كرونيك اكتيف هيباتيتس بي انفكشن، في عنا كرونيك ان اكتيف او بسموه كارير، في عنا ريزولد انفكشن اوف هيباتيتس بي فيروس، في عنا ايمونايزد ايمونايزيشن او فاكسينيتد. واضح النقطة ولا لا؟ هذا هو بدكم نوعا ما حاولوا قدر الامكان تدرسوهم. السؤال بعديه سؤال 17، 27 year old woman is referred to the endocrine clinic complaining of 2 month history of tiredness، عندها تعب لمدته شهرين. راحت على عيادة إندوكراين يعني عيادة غدد صماء. despite wearing several time items of clothing، على الرغم أنها بتلبس several items of clothing، the patient appear intolerance to warm to room temperature. intolerance ما بتتحمل room temperature، على الرغم أنها شمالها أنها بتلبس عدة أواعي، يعني عندها شمالها عندها heat ولا cold، عندها cold كون هي بتلبس عدة ملابس، فهي عندها cold intolerance ولا heat intolerance؟ cold intolerance صح؟ intolerance cold intolerance، لأنها بتلبس عدة ملابس ما هيك بتحمل حرارة الغرفة يعني بردانة. she has noticed increased weight، وزنها عماله عم بزيد، particularly around the hair waist. On physical examination she found to have diffused non-tender rubbery enlargement in her anterior aspect of the neck. anterior aspect of the neck عندها diffused non-tender غير مؤلم يعني painless rubbery enlargement. شو based on given clinical case scenario what's the most likely diagnosis؟ هذا picture of what في من ناحية سريرية، picture of hypothyroidism صح ولا لا؟ hypothyroidism. شو most likely diagnosis وهو what is the most common cause of hypothyroidism عندنا بالأردن أو worldwide حول العالم؟ مش worldwide، in developed countries. شو الجواب؟ جواب هو هاشيموتو ثيروداتس. إذا قرأتوا أنتم في الاندوكرينولوجي تعرفوا أنه هاشيموتو. جريفز، هل هذا جريفز؟ جريفز خطأ، جريفز بيجي بهايبر ثيروديزم مش بهايبو ثيروديزم، بيجي بهايبر جريفز. دي كيرفين ثيروداتس، دي كيرفين غالبا بيجي بإيش؟ بهايبر ولا بهايبو؟ الدي كيرفين حدا بيعرف بإيش بيجي؟ الدي كيرفين بيجي بهايبر ترى، جريفز كمان بيجي بهايبر.
طيب الهاشيموتو، هاشيموتو هو الموست كومن كوز اوف هايبرثايرويدزم عندنا بالاردن اند ان ديفلوب كانتريز. بلمر ديزيز، بلمر هو نفسه بيجي بهايبر ولا لا؟ البلمر هو هايبرثايرويدزم صح، اللي هو ملتي ريدر جويتر. فبالثايرويد ايش كانسر؟ خطا. بالثايرويد كانسر شو الثايرويد فانكشن اللي بيجي فيه او ثايرويد ستيت اللي بيجي فيه؟ هذا بيعرف بيجي هايبر ولا هايبو ولا بيجي اي اي يو ايو ثايرويدزم؟ بيجو ايو ثايروتزم، الثايروت كانسر بيجو ايو ثايروتزم، يعني لا بيجو هايبر ولا هايبو، او بيجو ايزو ايزو ثايروتزم. وانا عم نقطع له لا. طب لو كانت نفس السيناريو هذا وكان اعراض وعلامات الهايبر ثايروتزم، شو الموست لايكلي دياجنوزس بيكون بي؟ مريضه عندها ديفيوز نون تندر ربري انلارجمنت انت ريسبكت اوف ذا نيك، كانت الاعراض هايبر، شو بكون الجواب؟ بكون الجواب اي جريفز، بكون الجواب اي. ممتاز ممتاز دكتور لاي، ممتاز دكتور لاي. واضح كلينيكال بير، كلينيكال بير يعني جود جود شو اسمه جود جود براكتس ستيتمنت او كلينيكال بير. لكن لك هاشيموتو ثايروداتس بريزنت مور كومنلي وذ هايبوثايرويدزم، سب اكيوت ديكيرفان ثايروداتس، ديكيرفان ثايروداتس هذا بريزنتد وذ ايش؟ مور كومنلي وذ هايبر ثايروداتس. هاي قاعده يعني، وهنا حط لك شرح عن الهايبو عن الهاشيموتو ثايروداتس. طيب سؤال 18 يو سي 48. السؤال اللي قبله فكرته انه جابوا لهم سيناريو لمريضه عندها هايبوثايروتزم وحكى لك عندها انلارجد تندر نون تندر شو اسمه ثايرويد او الانترونيك عندها انلارجمنت او عندها ماس، حكى لك شو الموست لايكلي دياجنوزس، كان الجواب هاشيموتو. يو سي 48 يير اولد لوري درايفر هو بريزنت تو يو وذ 3 مانث هيستوري، ثلاث اشهر هارت بيرن يعني حرقه افتر ميل بعد الوجبات، which may not be settling with diet modification، يعني نصحوه يعمل diet modification that was recommended by his friend، يعني اصحابه نصحوه انه يعمل diet modification يعني على اساس انه عنده ريفلوكس او عنده gastric failure reflux. بس possible other option of treatment، يعني most likely شو عنده هذا على الاغلب السيناريو زي هيك؟ هارت بيرن، شو الموست كومن كوز اوف هارت بيرن؟ هو جاسترو اسوفيجيال ريفلوكس ديزيز صح ولا لا؟ جي او ار دي او جي اي ار دي زي ما بدكم. واضح؟ بحكي لك اذر اوبشن اوف تريتمنت انكلود اول ذا فولوينج اكسبت بروتون بام انهبيتر، له دور ولا لا؟ بي بي اي له دور ولا لا؟ هذا افضل الادويه صح؟ لانيتيدين اتش 2 بلوكر له دور ولا لا؟ اكيد له دور صح؟ انسيد سنسيد لها دور؟ مسكنات الالم نعطيه مسكن الم؟ شو رايكم؟ نعطيه مسكن الم؟ لا ما خطا ما لهش علاقه. اللايف ستايل موديفيكيشن ستيل في عندنا اذر ذان الديت موديفيكيشن، في عندنا لازم السليب لما ينام على جنبه مثلا، ينام الهيد اب، هاي الاشياء لايف ستايل موديفيكيشن. ولازم اخر ميل يكون ست ساعات قبل النوم، لازم ياخذ فريكوينت ام سمول ميلز، يعني كل هاي الاشياء بتساعد. مغنيزيوم هيدروكسيد، مغنيزيوم هيدروكسيد شو هذا؟ هذا بيجي ضمن ادويه الايش؟ ضمن ادويه الانتي اسيد. مغنيزيوم هيدروكسيد اند المنيوم هيدروكسيد ضمن الجابسكون ادويه الريني، هاي ادويه اللي هي الانتي اسيد، فهذه صحيحه كمان. فجواب هو انسيدز، انسيدز ما له اي رول. واضح؟ اذا سالينهم عن الجاسوس فيجر ريفلكس ديزيز عن التريتمنت له، وهذا النقطه الاولى سالينهم عن التريتمنت اوبشن له. سؤال بعدين سؤال 19 يو سي 59 يير رانيتيدين از كونترا انديكيتد، ما اتوقع انه كونترا انديكيتد دكتور ناصر، بجوز اتس نوت ريكومندد بس كونترا انديكيتد ما اتوقع. دكتور ناصر كاتب Ranitidine is contraindicated in the new guideline because it's not recommended but it's not contraindicated. ما اتوقع انهم بالريسنت guideline حكوا انه contraindicated. دكتور ناصر بيكتب انه الرانيتيدين اتشر لوكال is contraindicated in the new guideline، ما اتوقع انه contraindicated، اتوقع انها it's not recommended او it's not advised او it has no rule. It has no rule، يعني ما له رول، بس مش لدرجه انه contraindicated انه ممنوع نعطيه، لا بامكاننا نعطيه اتوقع. والله النقطه لا it's used. It's one of the option. دكتور ناصر it's one of the option ranitidine. بس مش contraindicated. لا. It's not contraindicated. خطأ أنا نحكي عنه contraindicated. بجوز وجدوا أنه ما إله إذا اعتناه مع البي بي آي بيكون ما إله فائدة أو يعني بيكون يعني useless أو pointless. طيب. It has cancerogenic effect. لازم ندور على هاي النقطة صدقا ما بعرف. دكتور أحمد بيكتب أنه it has الرانيتيدين على سطول لها له كانسروجينيك افكت، له انه يمكن يزيد الريسك اوف جاستريك كانسر مثلا، كانسروجينيك افكت. لازم ندور على هاي النقطه، بدي ادور عليها صدقا، ما عندي جواب واضح في النقطه هي. اللي طلعوا الاتش تو بلوكر سينيتيدين رانيتيدين فاموتيدين فور مايلد جاستريك ريفلكس از ان ادجنكت فور
nocturnal adjunct for a nocturnal gasofagal reflux while the patient is on PPI. يعني بنعطى مع البي بي اي الافكتيف 50 ل 60%. واضح النقطه ولا لا؟ هسه الفيرست لاين والافكتيف اللي بوصل الى 90% هو طبعا البي بي اي، طبعا البي بي اي ادويه الايش البي بي اي. واضح؟ خلينا ندور على الموضوع، هل الاتش 2 بلوكر بيعملوا بيرفع ريسك اوف كانسر ولا لا؟ هل هم كانسروجينيك ولا لا؟ بدنا ندور على الموضوع. ولكن ديفينتلي يعني خطا الطالب يجاوب الرانيتيدين وما يجاوب الانسيدز، نسيت سي الجواب، نسيت سي الجواب. موضوع الرانيتيدين وعلاقتهم هل هو كانسروجينيك ولا لا؟ بدها يعني بدها بحث جزء اكثر. طيب نيجي للنقطه اللي بعديها، يو سي 59 يير اولد مان ان كلينيك وذ 3 مانث هيستوري اوف ايبيجاستريك دل ابدومينال بين، عنده وجع في البطن دل ايبيجاستريك في راس المعده 3 مانث ثلاث اشهر بلوتينج اند بوست بلانديال فولنس. هاي الاعراض اعراض ايش هاي مسميها طلابنا؟ هاي الاعراض اللي هي ايبيجاستريك دل ابدومينال بين مش شارب دل مع بلوتينج مع مستعار بسموهم ايش؟ بسموهم ديسبيبسيا. هاي الاعراض بسموها ايش؟ ديسبيبسيا اللي هي عسر هضم بسموها او شيء ديسبيبسيا. على كل حال هي ستيتس ذات بين از ورس افتر ميلز اند درينكس، بعد الميلز اند هاي ميلز اند ميلز ديسبيبسيا، انها الاعراض بتزيد بعد الميلز والدرينكس بعد المشروبات والمأكولات. On direct questioning there is a history of weight loss، عندنا فقدان في الوزن about 10 كيلوغرام in the last 3 months، اخذ الاشهر عنده فقد الوزن 10 كيلوغرام despite normal appetite and the patient bowel habit are normal، يعني البول هابت عنده نورمال والابيتايت عنده نورمال. On examination his abdomen is soft and experience moderate discomfort and palpation of epigastric region، عنده شويه يعني discomfort في الابيجاستريك اريا. Based on given clinical scenario what's the most appropriate next step of management؟ لاحظوا عنده dyspepsia وعنده weight loss unexplained نوعا ما weight loss، شو رايكم شو الموست ابروبريت نعمل؟ trial of PPI for 4 ل 8 weeks ونعتبر انه يعني زي كانه عنده gas esophageal reflux. reflux اصلا most common cause of dyspepsia هي reflux. نعطيه trial of PPI ولا prompt immediate نعمل له upper GI endoscopy ولا testing for H. pylori نتاكد انه عنده H. pylori ولا لا؟ ولا H. pylori eradication therapy نبلش على علاج لل H. pylori ولا discharge home and lifestyle modification and follow up in 1 month؟ شو الموست ابروبريت؟ شو الموست ابروبريت؟ شو رايكم بالسيناريو زي هيك؟ الموست ابروبريت بالسيناريو زي هيك طلابنا اللي هو اندوسكوبي، طلابنا اندوسكوبي. وهذا النقطة لا اندوسكوبي، ليش اندوسكوبي؟ لأنه في عندي الارمنج ساين في الديسبيبسي هاي ولا لا؟ في عندي ريد فلاج أو في عندي الارمنج ساين ولا لا؟ يعني الديسبيبسي جاء فيها المريض فيها الارمنج ساين، يس. شو الارمنج ساين الموجود هنا؟ ويت لوس، ويت لوس اتس الارمنج ساين، اتس ريد فلاج. هذا ريد فلاج لازم خليك تعمل ايش؟ تعمل اندوسكوبي. الاندوسكوبي راح تساعدك اذا كان عنده بيبتيك ألسر ديزيز او كان عنده اتش بالوري، راح تساعدك ولا لا في التشخيص؟ راح تساعدك، راح تساعدك تشخيص الاتش بالوري ولا لا؟ راح تساعدك تشخيص الاتش بالوري حتى. لذلك البرومت ابر جي ال اندوسكوبي هو الموست ابروبريت اللي نعمله. هون كاتب لك انا عن الديسبيبسيا وحط لك عن الجايد لاين كيف بنعالج احنا الديسبيبسيا. واضح النقطه ولا لا؟ هاي العلاج هنا الافضل شيء في المانجمنت انه نعمل ابر جي اندوسكوبي لانه المريض عنده الارمنج ساين في الديسبيبسيا، اللي عنده عنده الارمنج ساين. هاي بدكم تنتبهوا لها. طيب هسه طلعوا هيو اف الارمنج فيتشر، الارمنج فيتشر لوك فور الارمنج فيتشر. اول شيء مي انكلود نيو اونست ديسبيبسيا ان بيشنت هاير ذان 50 ييرز اوف ايج، هي واحد. ان intimated weight loss اللي unexplained weight loss ميلينا iron deficiency anemia persistent vomiting hematemesis اذا كان عنده مراجع براجع دم dysphagia صعوبه في البلع odynephagia الم مع البلع abdominal mass history of peptic ulcer disease previous gastric surgery family history of gastric cancer. هذول كلهم alarming feature او red flag. هذول اذا كانوا موجودين مع الدسبيبسيا اول شيء لازم تفكر فيه انك تعمله بالفورم ايش؟ prompt endoscopy يعني immediate endoscopy. واضح النقطه ولا لا؟ إذا نو الارمنج فيتشر عندنا بنفكر انه ايش؟ انه نعمل لايف ستايل موديفيكيشن ونفكر انه نعمل شو ما نعطي تريال اوف امبيريك اسيد سبريشن، نعطي تريال اوف بي بي اي. واضح النقطة ولا لا؟ اند كونسيدر تيستينج فور اند تريتينج اتش بالوري، كونسيدر انه نشخص الاتش بالوري ونعمل تريتمنت للاتش بالوري. واضح النقطة ولا لا؟ يجي للبعدية، السؤال بعدي سؤال 20، 57 year old man who had long standing poorly controlled COPD present to your clinic. لاحظوا بالامتحان هذا مركزين كثير على الاسبيرولوجي، مركزين كثير على الازمة وعلى السي او بي دي. لاحظوا سؤال على السي او بي دي. poorly controlled COPD present to your clinic with 6 month history of food sticking after swallowing. food sticking after swallowing يعني مش قادر يبلع. هاي بتدل على ايش؟
تدل على صعوبة في البلع اللي هي ديسفيجيا نسميها، صح؟ لا ديسفيجيا. فود ستيكينج افتر سوالوينج هي بيسموها اسوفيجيال ديسفيجيا. الديسفيجيا لها نوعين، في عندنا اللي يمكن الفود ستيكينج بيفور سوالوينج اللي هي بيسموها اللي هي فارنجيال ديسفيجيا او بيسموها اورو فارنجيال ديسفيجيا، صعوبة البلع متعلقة بالاورو فارنج. في عندي افتر سوالوينج هي بتكون اسوفيجيال ديسفيجيا، المريض عنده اسوفيجيال ديسفيجيا ان ذا تشست اند بين فور سوالوينج، يعني الاكل بعلق بالتشست وبصير عنده حتى بين فور سوالوينج، عنده اودينوفيجيا، عنده حتى مش بس ديسفيجيا، عنده اودينوفيجيا، يعني مش بس صعوبة البلع، عنده ألم بالبلع. There is no history of drastic weight loss، ما في weight loss، and patient experience symptoms when swallowing solid but not liquid، يعني لما يبلع الأشياء solid بس مش الليكويد. هاي بتدل على إيش؟ على mechanical obstruction ولا على neuromuscular obstruction؟ على سبب الديسفيجيا هل هو mechanical ولا neuromuscular؟ لما تكون فقط للسوليد مش للليكويد، هذا بيدل على ميكانيكال، بيدل على ايش؟ ميكانيكال. دكتور احمد ما بدل على كانسر، بدل على ميكانيكال ابستراكشن، على ميكانيكال ديسفيجيا او ميكانيكال كوز. ميكانيكال كوز قد يكون كانسر، قد يكون اسباب اخرى غير الكانسر، يعني قد يكون التهاب اسوفاجايتس، قد يكون في اسباب كثير يعني للميكانيكال ابستراكشن، قد يكون ستراكشر ستينوزس يعني. طيب اللي بيدرس موضوع الديسفيجيا بيعرف انه في عندنا انواع ديسفيجيا، في منها اوروفارنجيال، في عندها اسوفيجيال. الاسوفيجيال إلها في عنا نيورمسكولار، في عنا ميكانيكال. الميكانيكال في بعضهم بيجي بروجريسيف وبعضهم بيجي انترميتنت، واضح النقطة ولا لا؟ بعضهم بيجي فقط يعني من مي الشيء الفرق بين الميكان النيورمسكولار بين الميكانيكال، الموضوع إذا كانت السوليد والليكويد بتكون نيورمسكولار، إذا كانت السوليد مور ذان الليكويد بتكون ميكانيكال. هون المريض عنده السوليد مور ذان الليكويد. طب بيجي نجيب لك السيناريو، واتس ذا موست لايكلي دياجنوزس. مريض عنده سي او بي دي، عنده 6 مانث هيستوري بهاي الديسفيجيا والادينوفيجيا، وهاي الديسفيجيا اللي عنده هي ميكانيكال، يعني مشكلة بميكانيكال ابستركشن، والمشكلة هاي شمالها يعني موجودة، يعني هي بروجرسيف عمالها عم بتزيد. هل هي أكاليزيا؟ الأكاليزيا هاي شمالها، هل هي الأكاليزيا هاي ميكانيكال ولا ميورومسكولار ديسفيجيا؟ الأكاليزيا بيجي معها ميكانيكال ديسفيجيا ولا ميورومسكولار ديسفيجيا؟ الأكاليزيا هي ميورومسكولار، غالبا الأكاليزيا بتيجي ايش؟ تيجي للسوليد and liquid، والواضح النقطة ولا؟ واضح النقطة. فالأكاليزيا is likely candida esophagitis. هل المريض يمكن يكون عنده esophagitis، يكون عنده chronic esophagitis candida بالسيناريو المنعطى هذا، وبورلي controlled COPD، يعني بيستخدم جرعات عالية من الإيش؟ من الانهيلرز ومن الإيش كمان، كون بورلي controlled بيعطوه إيش؟ لا بيعطوه systematic glucocorticosteroid، بيعطوه oral glucocorticosteroid، صح ولا لا؟ هل الاورال كورتيكوسترويد والانهيل بيعمل كانديديا ولا لا؟ يمكن يعمل كانديديا اسوفاجايتس ولا لا؟ اكيد منطقي ولا لا؟ منطقي. هذا على الاغلب الجواب. اسوفاجيال برفوريشن، هنا على البيكتشر اوف اسوفاجيال برفوريشن، خطا طبعا. اسوفاجيال برفوريشن غالبا يكون سببها فوميتنج بيجي معها. اسوفاجيال كانسر، المريض ما عنده ويت لوس، بحكي لك نو هيستوري اوف دراستيك ويت لوس، يعني ما في عنده ويت لوس المريض. اسوفاجيال كانسر ليس لايك كانديديا اسوفاجايتس، كانديديا فارنجايتس. الدسفيجيال عند المريض هي ليست أوروفارنجيال ديسفيجيا، المريض عنده اسوفيجيال ديسفيجيا، عنده الالم بالتشست بصدره او بعد ما ياكل الاكل، بعد ما يبلع يعني عنده الالم، لذلك الفارنجايتس خطا واضح، هي كانديدا اسوفاجايتس. الجواب هو انا كانديدا. هنا الكانديدا اسوفاجايتس هي ويل نون سايد افكت او موست كومن سايد افكت للايش؟ للانهيلد لونج تيرم يوز اوف انهيلد جلوكورتيكوستيرويد. تعرف هاي المعلومه ولا لا؟ موست او نون او موست كومن سايد افكت اوف لونج تيرم يوز اوف انهيلد كورتيكوستيرويد هي الكانديديا، كانديديا واضح، كانديديا اوروفارنجيال كانديديا اند اسوفيجيال كانديديا. الجواب هو خيار بي. اسوفيجيال ديسفيجيا ريفير تو سنسيشن اوف فود ستيكينج اور جيتينج هانج اب ان ذا بيز اوف ذا ثروت اند ان ذا تشست افتر بيشن ستارت تو سولو. ذس كيس سيناريو ريبريزنت سلولي بروجريسيف ابستراكتيف تايب ديسفيجيا، يعني هي سلولي بروجريسيف ابستراكتيف تايب ديسفيجيا، لانه في عندنا عده انواع. في عندي انا نيورومسكولار تايب مش ابستراكتيف، وحتى في عنا أنواع intermittent، في عنا أشياء progressive بتكون. طيب عند المريض عنده adenophagia most likely diagnosis هو infectious esophagitis، بالتحديد إيش most common بيكون عند immunocompromised patient، والمرضى هذول مريض COPD ماشي على steroid بيكون immunocompromised. طيب سؤال 21 طلابنا. You are told by your senior resident doctor that 16 year old woman has been admitted with right mid-zone community acquired pneumonia، يعني دخلت على المستشفى عندها pneumonia community acquired pneumonia. She's very drowsy and her CURB 65 score 4. انتبهوا لهذه النقطة، CURB 65 score 4. On admission, the patient oxygen saturation كان 91-92%, respiratory rate 20,
تمبرشر 37.7، بي او 2 7.1، يعني بي او 2 لو، هايبوكسيا بي سي او 2 4.7، هير اوكسجين ساتوريشن هاف امبروفد 95، هاف امبروفد تو 95، تحسن من اللي بين من 92 ل 95. يعني شو رايك، هل هذا جود ريسبونس او جود يعني امبروفمنت؟ 95 من 92 صار 95، شو رايك، هل هذا جود امبروفمنت؟ يعني هذا مش جود امبروفمنت، بخل 92 صار 95، يعني لو كان في جود امبروفمنت كانت وصلت 98 او 99 او 100%، واضح؟ فتحسن مش تحسن كويس. اون 15 لتر اوكسجين فيا نابل بريثر ماسك. From the list below, which of the following most appropriate management؟ ونركز طلاب من المريضة أصلاً هي داخلة على المستشفى بكم زي كوالبيماني، والكاب 65 سكور عندها أربعة أصلاً أوريدي. شو رأيكم طلابنا؟ Oral antibiotic, oral antibiotic and alert ICU team. أعطيها oral antibiotic ونبه الICU team عنها، نبههم. Intravenous antibiotic أعطيها IV antibiotic, transfer to respiratory ward, حولها للورد العادي. Intravenous antibiotic and alert ICU team. يعطيها intravenous antibiotic ونبه الICU team إنهم يجوا يعملوا لها evaluation يمكن تحتاج ICU. Oral antibiotic and transfer. شو رأيكم؟ الأورال له دور؟ الأورال خطأ ولا لا؟ خطأ. هل بهاي النيمونيا الكاب 65 سكور لها أربعة؟ هل معناته إحنا أورال؟ طبعاً خطأ 100%، معناته إحنا IV، صح ولا لا؟ IV. هاي المريضة بدها على سكور، أصل الكاب 65 سكور في عندي حسب السكور في له عدة نقاط، يعني إذا كان السكور كان 0 to 1، إذا كان 2 3، إذا كان more than 3 اللي هي 4 or ايش or لأنه الكارب 65 1 2 3 4 5، إذا كان 4 أو 5 شو هذول بكونوا بدهم؟ هذول بدهم يمكن عالجهم out patient ما في مشكلة، هذول بدهم in patient ولكن بالفلور. هذول 4 أو 5 شو بدهم؟ بدهم ICU admission. You have to consider ICU admission ولا you have to consider ICU admission. على كل حال هذول الأول واحد ممكن يعطي oral peros، أما هذول اثنين بدهم إيش على الأغلب؟ بدهم طبعا بدهم IV. فهون إذا بدنا نفكر المريضة شو most appropriate management، إن نعطي intravenous antibiotic and transfer patient to and alert ICU team، لأنه المريضة بحاجة لإيش؟ يمكن إلى ICU admission أو إلى at least HDU high dependence unit أو high dependence care unit. فجواب هو C، جواب هنا إيش؟ C. كرب 65 score، أرجوك ركزوا عليه ويعرفوا شو مكوناته. Confusion of new onset، blood urine nitrogen أعلى من 7 مليمول أو أعلى من 16 مليغرام، respiratory rate أعلى من 30، blood pressure systolic أقل من 90، aura diastolic أقل من 60، واحد منهم أو كليهما، age 65 and older، كل واحدة منهم نقطة. 0 to 1 هذولا المايلد نيمونيا، 2 to 3 مودريت نيمونيا، 4 to 5 سيفير نيمونيا. 0 to 1 can be treated outpatient، can be given oral antibiotic. 2 to 3 لا بدهم admission للفلور وبدهم IV antibiotic. 4 to 5 بدهم admission للهايد من الاسكارونت سلاش ICU، بدهم IV antibiotic، بدهم monitoring. وهذا النقطة ولا لا؟ فالمورتاليتي، مورتاليتي بتعتمد على الأرقام، تعتمد على الأرقام. مورتاليتي هنا اتوقع في المايلد، في المودر، في السيفير بتوصل المورتاليتي، اتوقع قديش بتوصل، هذا بيعرف قديش توصل المورتاليتي بالسيفير، ما بعرف اذا مش متطرق لها انا هنا. المورتاليتي يمكن توصل، طلع هيها هنا مكتوبه، بحكي لك المورتاليتي 30 دي مورتاليتي ان بيشنت هاز كارب 65 فور ذا بي تي اس، بي تي اس اللي هو بريتش ثوراسيك سوسايتي جايد لاين ستيت ذات كارب 65 سكور بتوين 3 اند 5 انديكيت سيفير نيمونيا، بتوين 3 اند 5 انديكيت سيفير ايش؟ نيمونيا. 30 day mortality من 17% إلى 57%، الأفريج كان 40، تخيلوا 40% mortality عالية. Require hospitalization with possibility for escalation for ITU، ITU يعني intensive therapy unit أو ICU intensive care unit. أظن هالنقطة لا، فهاي مهمة جدا، لأنه مريض يمكن بأي لحظة يصير عنده type 1 respiratory failure، بحتاج إلى mechanical ventilation. طيب على كل حال، سؤال 22 causes of elevated erythrocyte sedimentation rate اللي هو ESR، انكلود كل الاتي ما عدا ايرون ديفيشنس انيميا بتقدر تفعل اس ار اكيد، بوليسيثيميا، بوليسيثيميا بالعكس بتقلل الاي اس ار، بريجننسي اكيد بترفع البي اس ار، بوليميال جيروماتيكا بترفع من الامراض، ملتي ميلوما الكانسرز بيرفع الاي اس ار. فالجواب هو ايش؟ بوليسيثيميا بالعكس بتقلل. شو مرة نوع الانيميا الوحيد اللي بقلل الاي اس ار؟ نوع الانيميا الوحيد بقلل الاي اس ار سيكل سيل انيميا، سيكل سيل ايش؟ انيميا. طب شو نوع الكانسر الوحيد اللي بقلل الاي اس ار؟ القلب يكون الاي اس ار فيه تلو نوع الكانسر، هذا بيعرف نوع الكانسر الوحيد بيكون يسار فيه لو، هذا بيعرف مين هو نوع الانيميا الوحيد، نوع الكانسر الوحيد بوليسيفيم بروفيرا، صح دكتور رأي، ممتاز
ممتاز أبدعت كل ستين ربع غيره. طيب 58 year old man has made bad functional capacity and LVEF يعني liver function and left ventricular عفوا ejection fraction 30% after massive anterior MI. يعني شو عنده المريض؟ كان عنده طلعوا bad functional capacity عنده ejection fraction 30% بعد MI. إذا عند المريض عنده إيش؟ عنده heart failure with reduced ejection fraction. الاسم القديم لها إيش هي؟ هذا الاسم الجديد في الجايد لاين الجديد. الاسم القديم شو كانوا يسموه؟ كانوا يسموه سيستوليك هارت فيلر. هسه بسموه هارت فيلر وذ ريدوس انجكشن فراكشن. على كل حال زمان كانوا يسموه سيستوليك هارت فيلر. على كل حال سيستوليك هارت ايش فيلر. بحكي لك هيز هايلي سيمتوماتيك عنده سيمتومز كثير ديسنيك ات ريست اند ذير از بيرسيستنت بريفيرال بدل بيتنج ايديما اون فيزيكال اكزامينشن بلاد بريشر 145/90 اند هيز اندرتيكينج كارديك ريهابليتيشن بروجرام ويتش اوف ذا فولوينج فارماكوثيرابي للمريض فارماكوثيرابي راح ياخذه لمين؟ للسيستوليك هارت فيلر اللي عنده. ود بروفن مثبت يثبت او مثبته تو انكريز سرفايفل اند انكريز مورتاليتي بيزد اون بيشنت كلينيكال سيناريو. يعني اعتماد على الاعراض اللي عند المريض شو هو الفارماكوثيرابي اللي مثبت انه بيزيد السرفايفل ويقلل المورتاليتي للمريض للعلاج للحاله المرضيه اللي عند المريض هذا. شو رايكم؟ سبارين الكترون هذا نحكي عن هارت فيلر احنا عن علاجات الهارت فيلر. سبارين الكترون هل مثبت انه بيرفع السرعه اقل مورتاليتي؟ جواب ايش؟ يس سبارين الكترون مثبت انه بالحالات الادفانس ستيج 3 ستيج 3 اند ستيج 4 كلاس 3 كلاس 4 بيرفع السرفايفل وبقلل المورتاليتي. فيروسيمايد فيروسيمايد شو ماله؟ فيروسيمايد بيقلل الموربيديتي بس ما بيقلل المورتاليتي. بتعرف هاي المعلومه انه بيقلل الموربيديتي بيقلل الساين اند سيمبتومز بس ما بيقلل المورتاليتي الفيروسيمايد. دايجوكسين دايجوكسين نفس الشيء دايجوكسين بتقلل الموربيديتي بس ما بتقلل المورتاليتي. فهذا نايتريت نايتريت لحالها ما بتقلل المورتاليتي لابد انك تعطي نايتريت مع ايش؟ حدا بيعرف نايتريت لازم ينعطى مع ايش بالهارت فيلر عشان يقلل المورتاليتي؟ هذا بيعرف حدا قارئ موضوع الهارت فيلر نايتريت شود بي جيفن وذ ويتش اذر دراج وذ هيدروزين. صح دكتور قصي دكتور قصي بيحكي دكتور سهيل على السؤال دائما نايتريت لازم تعطي مع هيدروزين كومبانيشن عشان يقلل المورتاليتي. اذا نايتريت انعطى لحاله ما له افكت على المورتاليتي. صح 100% دكتور قصي ابدعت. امنودبين امنودبين هل له افكت على المورتاليتي بالهارت فيلر؟ امنودبين امنودبين ما له افكت. مين اللي له افكت؟ قد يكون له افكت البيتا بلوكر. مش كل انواع البيتا بلوكر انواع معينه من البيتا بلوكر قد يكون لها افكت. بعض انواع البيتا بلوكر مش كلها. الامنودبين ما له علاقه. فالجواب هو سبارون الكترون. واضح؟ اذا سؤال اجى انه مريض عنده هارت فيلر حكى لك اي من الادويه الاتيه بروفن بتقلل المورتاليتي وبرفع السرفايفل عند المريض اللي عنده هارت فيلر. هذا جواب كان سبارون الكترون. واضح؟ تريتمنت اوف هارت فيلر طلعوا no treatment has been convincingly يعني بشكل قوي showing to reduce mortality in patient with diastolic heart failure اللي هو heart failure with preserved ejection fraction. لأنه أنواع الهارت فيلر في وقتنا الحالي صار قسمهم preserved ejection fraction heart failure with preserved heart failure with reduced ejection fraction. with reduced ejection fraction هو قديم كان يسموه systolic heart failure with preserved ejection fraction اللي هو ديستوليك هارت فيلر قديما. هذا النوع اللي هو بريزيرف ايجكشن فراكشن او ديستوليك هارت فيلر ما في اي تريتمنت بروفن انها هي بتقلل المورتاليتي. واضح نقطه سطر جديد ما في اي علاج بيقلل المورتاليتي. اونلي وان ترايل شوين ديكريز موربيديتي تخيلوا بي ال اس انهبيتر الانجوتزين ريسبتر بلوكر اللي هم ال اس انهبيتر او الارب. طيب تريتمنت اوف كونجستيف هارت فيلر اللي هم هذول عملوا كونجستيف هارت فيلر هذول سيستوليك ديس فانكشن اللي هم زي ما قلت لكم هارت فيلر وذ ريديوست اجكشن فراكشن اللي هو هذا المريض اللي هو السيناريو هنا. بحكي لك هون العلاج طلع في عندنا ديورتكس. ديورتكس انتبهوا طلاب منها نو مورتاليتي بنفت بس بتقلل الاعراض. الها موربيديتي بنفت بس ما نو مورتاليتي بنفت. اي سنبتر لا الها موربيديتي بنفت ان مورتاليتي بنفت اكيد هاف بروفن مورتاليتي بنفت الاي سنبتر. هايدرازين وذ نايتريت مع بعض عشان الهم مورتاليتي بنفيت. سبارولاكتون ييلد مورتاليتي بنفيت ان كلاس 3 اند كلاس 4 هارت فيلر. هذا الجواب. بيتا بلوكر ننتبه مش كل البيتا بلوكر انواع معينه اللي هم زي الكارفيدالول بيسوبرالول اند ميتوبرالول هذول بروفن بنفيت مورتاليتي بنفيت لهذول الانواع. بس بي تايب ناتريوريتك بيبتايد اللي هي نيسيرتايد هذا الدواء انت مطلوب منه تخيلوا ميبي اسوشيتد may provide additional improvement in the symptoms يعني له morbidity benefit but may be associated with increased renal dysfunction and possibly increased mortality. بالعكس يمكن يرفع المورتاليتي هذا الدواء. هذا انتبهوا له. هذا من الادويه اللي هم عباره عن بي تايب ناتوريتيك بيبتايد بسموه هو فاز دايليتر. ميكانيكال ثيرابي زي الانتراورتيك بالون للمريض اللي عنده اسكيميا
بنعطي احنا هذا الشيء المرضى اللي عندهم سيفير هارت فيلر وذ اسكيميا، هذا له مورتاليتي بنفيت اكيد. كاردياك ريس سنكرونايزيشن ثيرابي ار سي تي كمان لها مورتاليتي بنفيت، اللي هي بيس ميكر بيز ثيرابي بسموها. كاردياك ترانسبلانتيشن اكيد كمان لها مورتاليتي بنفيت اذا كانت افيلبل. واضح نقطه ولا لا؟ لمين احنا بنقترح السي ار تي؟ للناس اللي عندهم وايد كيو ار اس، الناس بيكون عندهم نيها كلاس 3 اند 4 وعندهم ديكتر فاكتور اقل من 35% وعندهم وايد كيو ار اس، هذول هم يعني لازم يكون عندي سيفير سيستوليك هارت فيلر نيها كلاس 3 و 4 يكون جي كلاس 35% يكون عندي وايد كيو ار اس. هذول الكراتيريا اللي بنحط لهم احنا سي ار تي. سي ار تي طبعا نطلع هون هاي الجايد لاين تريتمنت الجوريثم فور سيمتوماتيك هارت فيلر وذ ديس ديكتر فاكتور، حاط لك كل واحد من هذول شو الكلاس تبعه في الريكومنديشن. كلاس 1 يعني هايلي ريكومندد، كلاس 2 ريكومنديشن له شويه اقل. وهذا نقطة لا بحكي لك this treatment or procedure should be considered the weight of evidence and opinion lead toward its usefulness or efficacy. الكلاس 2A. كلاس 1 this treatment or procedure is recommended or indicated. Recommended or indicated. And there is evidence and agreement that it's beneficial and useful and effective. وهذا نقطة لا فينتبهوا لها. الفالزرتان زي الدكتور قصي زي الفالزرتان معامل الاس انيبيتر زي الاس انيبيتر. الفالزرتان وهذا نقطة لا زي الاس انيبيتر وهذا نقطة لا يعني الاس انيبيتر او الارب هي طلعوا ارب اف اور اس انيبيتر يعني من الفيرست تايم درج احنا بنبلش لهم في الالجوريثم طلعوه بنبلش المريض على فوراسيمايد فور سيمتوم كنترول بنبلش المريض على اس انيبيتر او ارب اذا المريض كان عنده انتولرنت للاس انيبيتر بنبلش على بيتا بلوكر هذول من الفيرست تايم درج اللي هم الفوراسيمايد بيتا بلوكر اللي حكيناهم انواع معينه والاس انبتر او الارب طبعا هذول بذلك كلهم لهم مورتاليتي بنفيت اكيد. طيب قصدك كومباينيشن اس انبتر مع ارب كومباينيشن اس انبتر مع ارب كومباينيشن صدقا ما بعرف الكومباينيشن هل بيعطوا الكومباينيشن ما بعرف اذا في الجايد لاين هنا طلعوا ما في كومباينيشن انك تعطي اس انبتر مع ارب. المريض اللي كان بيشنت ايبل تو ليريت الاس انبتر او الارب بنعطيه شيء اسمه عنده زيرو ريسبتر نبرلزين انبتر اي ار ان اي عنده زيرو ريسبتر هذول هم الادويه اللي بيعطوهم ما بعرف بالنسبه للكومباينيشن هذا. طيب على كل حال سؤال 24 كلينيكال فايندينج فيزيكال اكزامينشن اوف اون فيزيكال اكزامينشن اوف 55 يير اولد ميل بيشنت هو هاز سيفير أورتيك ستينوزس. انتبهوا طلابنا سيفير أورتيك ستينوزس انكلود كل الآتي ما عدا فيزيكال اكزامينشن فايندينج سيفير أورتيك ستينوزس وايد بلس برشر، هل هاي صح؟ هل المريض بنلاقي عنده البلس زي هيك؟ بنلاقي البلس زي هيك وايد ولا بنلاقي عنده البلس زي هيك؟ شو رأيكم؟ اي ولا بي؟ اي هو وايد بلس برشر ولا بي نارو بلس برشر؟ حدا بيعرف؟ في السيفير أورتيك ستينوزس بنلاقي بي طلاب بنلاقي نارو بلس برشر ما بنلاقي وايد. وايد وين بنلاقي؟ بنلاقي بالأورتيك ريجريتيشن. فالجواب هو وايد بلس برشر. بس في ناس بلس يمكن نلاقيه في الأورتيك ستينوزس يمكن نلاقيه اذا كان اورتيك سنوز جاي معاه ايش؟ جاي معاه اورتيك ريجريتيشن اذا كان عندك ميكس اورتيك فالف ديزيز. بلسس الترنس اللي هو بلس ضربه بلس قويه وضربه ضعيفه ضربه قويه وضربه ضعيفه البلس الترنس صحيحه هاي بتيجي بالاورتيك سنوز اذا اجى معاه ليفت فنتركولار هارت فيلر او ليفت سايد هارت فيلر او ليفت فنتركولار ميس فانكشن. البسفيرينس اللي هي بتيجي طلع ضربه البلس بتكون تو بيكس تو بيكس ضربه ضربتين يعني ضربه البلس بتكون تو بيكس بسفيرينس. تاردوس يت باروس بلس يعني البلس طلعوا ارتفاعه بيكون بطيء او سلولي نزوله حتى سلولي هذا بسموه تاردوس عن باروس بلس وهذا بيجي مع الاورتيك ستينوزس. ديليت كاروتيد بلس الكاروت بلس بيكون ديلي وبيتاخر عن الايبكس بيت هاي صحيحه كمان هاي فيري كاركترستيك للاورتيك ستينوزس السيفير اورتيك ستينوزس. فجوابهم عباره عن ايش؟ وايد بلس بريشر وايد بلس بريشر وايد بلس بريشر اند هولوديستوليك ميرمر عفوا هولوديستوليك ريجيتيشن ميرمر ار هول مارك فايندينغ فور اورتيك ريجيتيشن وليس الاورتيك سينوز. نرو بلس بريشر هذا بنلاقيه احنا بالاورتيك سينوز. واضح النقطه ولا لا؟ فانتبهوا لها حط لك شوي شروحات عن الاورتيك سينوز والفايندينغ اللي بنلاقيها. سؤال بعدين سؤال 25 24 اولد وومن بريزنت تو هير جي بي كومبلينينغ اوف كولد هاندز اند فيت 24 سنه يونج ايج فيميل عندها كولد هاند اند فيت. She or this has been ongoing in the past 3 months. يعني مدة طويلة. And essentially bad or especially bad when she goes out in the morning. The morning بيكون شمال درجة الحرارة بيكون cold ولا لا يكون temperature low. And may last for hours. بستمر الأورز إلى ساعات. She mentions that her hand sometimes turn blue or red. تحول للون blue or red. شو هذا picture of what?
picture of renal phenomenon. سمعتوا بالروماتولوجي موضوع renal phenomenon. طيب based on given clinical case scenario, all of the following statements are correct except patient symptom can be effectively treated by propranolol. شو رأيكوا؟ beta blocker one of the options of treatment renal phenomenon ولا بالعكس should be avoided. Should be avoided. بالعكس beta blocker خاصة non-selective should be avoided. ليش should be avoided؟ لأنه side effect non-selective beta blocker شو بتعمل؟ بتعمل vasoconstriction. فأعراض المريضة شو مالها بتزيد مع البيتا بلوكر، فذلك هاي خطأ. هاي الجواب this الكالسيوم بلوكر هو البس صح دكتور رايو 100%. The pathology most often linked with autoimmune and connective tissue disease. صح المريضة هاي تكون يمكن يكون عندها autoimmune disease، يمكن يكون عندها connective tissue disease. صح هاي المعلومة اللي رينالد أصلا بتيجي مع هاي الأمراض. Rarely it can be complicated by sores or gangrene. يعني نادر ما إنه رينالد تلاقي إنه يصير عندها sores ulcers ويصير عندها gangrene. هاي صحيحة المعلومة، هاي rare complication. Most common cause of secondary type of this pathology are scleroderma. يعني أكثر إشي نفكر فيه كsecondary cause هو scleroderma. هاي صحيحة 100%. scleroderma والSLE هم هذول اثنين أكثر إشي. scleroderma بيجي محل رينالد أكثر. Occasionally this phenomenon can be associated with variant brings metal angina and migraine headache. إذا المريضة هاي شكت من هيدك دغري يفكر بإيش؟ بالمايغرين. إذا شكت من chest pain دغري يفكر بإيش؟ أو من top differential برينز ميتال انجينا. صح هذا ولا لا؟ هذول شو الميكانيزم هاي المايغرين هيديك والميكانيزم للبرينز ميتال انجينا؟ فازو سبازم ولا لا؟ سمعتوا قراتوا بالموضوع المايغرين؟ الميكانيزم هو فازو سبازم بالبرين في المايغرين، برينز ميتال في الكورونري ارتري بصير عندنا فازو سبازم. اصلا الميكانيزم تبع الريناوند هو اصلا فازو سبازم او فاسكولايتس او فازو سبازم. فالجواب شو الجواب؟ اذا هو خيار اي بروبرانول او البيت بلوكر شود بي افويدد. واضح؟ بالعكس مش راح يحسنوا اعراض المريض، بالعكس راح يزيدوها. Propranolol is contraindicated in patients with Raynaud's syndrome as they may worsen the digital ischemia. طبعا النقطة ولا انتبهوا لهي النقطة. سؤال 26. 60 year old man with advanced chronic alcoholic liver disease. عنده advanced chronic alcoholic liver disease، يعني عنده liver cirrhosis. Was admitted to Al-Bashir Hospital with acute on top of chronic decompensated liver disease. يعني عنده decompensated liver disease وعنده upper GI bleeding secondary to esophageal varices. صورة تقليدية، مريض عنده ليفر سيروزس دخل بأكود ديكومنسيل ليفر ديزيز وعنده اسفيجن فاريسس بيشنت وعنده بليدنج ابر جي اي بين مسبب الفاريسس. بيشنت اندرجو اندوسكوبيك فاريسال باندنج فور كنترول اوف بليدنج اند هي هاز بين ستارتد اون فارماكوثيرابي تو بريفنت فاريسال بليدنج عشان نمنع الفاريسال بليدنج اند كنترول اوف هيز ديكومنسيل ليفر ديزيز. وضحت الصورة ولا لا لحد الان؟ بحكي لك الدرج ذات اكت از ا سبورتيف اند بروفيلاكتيك تريتمنت فور بيشنت وذ ديكومنسيتد ادفانسد ليفر ديزيز ادفانسد ليفر سيروز انكلود كل الاتي ما عدا. اذا هو سالك عن الليفر سيروز عن الادويه اللي بتستخدم سبورتيف وبتستخدم كبروفيلاكتيك تريتمنت عشان نعمل كنترول للصانم سيمتومز عند المريض اللي عنده ليفر سيروز. بحكي لك كل الادويه الاتي بتستخدم ما عدا سبايرولاكتون استخدم ولا لا؟ سبايرولاكتون ديوريتيك يستخدم ولا لا؟ اكيد يستخدم. هذا هو الدستور انتجرس يستخدم. فلوروكوانولون انتي مايكروبال ثيرابي يستخدم ولا لا؟ يعني الانتيبيوتيك ممكن نستخدمها كسبورتيف كبروفيلاكتيك تريتمنت، نستخدمها كوقايه من ايش طلابنا؟ كوقايه من ايش بنستخدمها طلابنا؟ كوقايه من اللي هي سبونتينوس باكتيريال بيريتوناتس. سمعتوا من هاي انه الاسايتس عشان ما يتحول الاسايتس لا سبونتينوس باكتيريا بروتونات شو بنعطي احنا؟ بنعطي بروفلاكتيك انتيبيوتيك. طيب نادولول، نادولول يعني بيتا بلوكر، بيتا بلوكر يستخدم الوقايه لا 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 عشان يقللوا ايش؟ البورتال بلاد بريشر ولا لا؟ دكتور قصير بيحكي انه لا يستخدم، لا النادولول البيتا بلوكر يستخدم للبورتال هايبرتنشن. يستخدم لايش؟ للبورتال هايبرتنشن، للمريض غالبا المريض عنده ديكومنسيتد ادفانس ليفر سيروز عنده بورتال هايبرتنشن فبيعطوا له نادولول امراض للمرضى اللي عنده بورتال. اومبرازول، الامبرازول احد ادويه السبورتيف بروفيلاكتيك تريتمنت. شو رايكم طلابنا؟ هل الامبرازول احد الادويه؟ الجواب ايش؟ لا، الامبرازول ما له اي فائده. لاكتولوز، لاكتولوز يستخدم للهيباتيك انكيفالوباثي ولا لا؟ للهيباتيك انكيفالوباثي ولا لا؟ شو رايكم؟ الهيباتيك انكيفالوباثي ولا لا؟ اكيد يستخدم للهيباتيك انكيفالوباثي. فالسبايرولاكتون للايدما وللاسايتس، فلوروكوانولون للسبونتينوس باكتيريا بروتوناتس نستخدمه عشان نمنع حدوثه، نادولول للبورتال هايبرتنشن، اللاكتولوز للهيبتين كيفلوباثي. الامبرازول ما في له اي رول، الامبرازول بامكاننا نستخدمه بالاكيوت ستيج اوف اكيوت فاريسال بليدنج، بس هون هو مسالك عن الاكيوت تريتمنت، سالك عن سبورتيف والبروفلاكتيك تريتمنت تبع الديكومنسيت ادفانس ليفر سيروز. فالامبرازول هون على الاقل جاوب، هو ادويه البي بي اي، ادويه البي بي اي ما لها اي رول يعني
يعني كسبورتيف او كوبرفلاكتيك تريتمنت. واضح؟ هذا حط لك انا علاج تريتمنت اوف ادفانس ليفر سيروزس، هي العلاج له، حط لك اياه بشكل مختصر هنا. واضح النقطه للاساتس؟ احنا العلاج علاج سبورتيف، اساتس له علاج او له طرق من الوقايه او المانجمنت، بونتيرسبكتيف بيرسونالز له كمان طريقه او له يعني ميثودز، الهيباتينكيلوبادي كمان له، الهيبات سيركل سينوما لازم نعمل سكرينينج للهيبات سيركل سينوما، هاي الاشياء. واضح النقطه ولا لا؟ سؤال 27، 53 year old woman with hypertension present to Jordan University Hospital with muscle skeletal muscle weakness of one and painful cramping. She has some confusion with her new medication who spironolactone after recent dosage changes. يعني غيروا لها الدوز تبع spironolactone فصار عندها confusion شوي خربطة. May have taken more than new prescribed dose. يعني أخذت أكثر من الدوز اللي انعطت لها. An examination, the patient appear well, كويسة، ولكن ECG show طلعوا normal sinus regular rhythm, narrow QRS complex and normal T wave. يعني ما في عندها ECG changes. Laboratory test show potassium 6.5. إذا عندها hyperkalemia، بس انتبهوا طلابنا إن ECG normal، ما في أي تغيرات. Dual multi-appropriate first step of management. إذا هون السؤال، الفكرة من هذا السؤال، مريضة عندها hyperkalemia، الECG عندها normal، ما في عندها تغيرات بالECG. شو most appropriate first step of management؟ هل intravenous bicarb therapy نعطيها bicarb ولا intravenous 10% calcium gluconate نعطي calcium gluconate ولا نعطي nebulized salbutamol ولا نعطي intravenous insulin and dextrose ولا نعطي calcium resinium orally or rectally؟ شو رايكم؟ دكتور احمد بيحكي انه calcium gluconate، باقي الدكاترة دكتور لؤي بيحكي دي دكتور اللي هو intravenous insulin and dextrose. شو رايكم؟ calcium gluconate له رول هنا؟ هل الكالسيوم gluconate له رول كون المريضة ما عندها ECG changes هل له اي رول؟ هل كونه الاي سي جي نورمال بحكي لك sinus regular rhythm narrow QRS and normal T wave هل في اي رول للكازمينات؟ جواب لا، ما في اي رول. في الجايد لاين بتحكي لك اعمل اي سي جي، اذا الاي سي جي نو تشينجز ما في داعي تعطي كالسيوم جلوكونات. واضح النقطة؟ اذا كان في اي سي جي لا، الاولوية انك تعطي كالسيوم جلوكونات. فهنا بالسيناريو هذا ما في داعي تعطي كالسيوم جلوكونات. طيب شو النكست ستيب بعديها؟ لازم تعالج الهايبركاليميا. شو الفيرست لاين اوف تريتمنت هايبركاليميا؟ ما هو الفيرست لاين دراج او فارماك ثيرابي فور تريتمنت هايبركاليميا؟ الجواب ايش؟ او بلغه اخرى، مين هو اسرع ميديكيشن ويل افكت ذا بوتاسيوم ليفل ان ذا سيرم ان ذا بلاد؟ اللي هو انسولين. الجواب هو ايش؟ انسولين. فالجواب انسولين اند دكستروز. طب ليش بنعطي دكستروز مع الانسولين؟ ليش بنعطي انسولين دكستروز مع الانسولين؟ عشان تو بريفنت ايش؟ الهايبوغلاسيميا. لما بعطينا احنا انسولين المريض احسن عنده هايبوغلاسيميا، فلذلك انترفينس انسولين اند دكستروز هو الفيرست لاين. بعد هذا شو بتعطي للمريض؟ بتعطيه سلبوتومول. بعد ما تعطي سلبوتومول او السلبوتومول بده وقت، بده ايش؟ وقت. اما الانسولين والدكستروز سريع بيشتغل within seconds. كالسيوم ريزينيوم بامكاننا نعطيه مع السلبوتومول او نفس وقت السلبوتومول. البايكارب اذا كان عندنا اسيدوزس، اذا ما في اسيدوزس ما في تعطي البايكارب. كالسيوم جلوكونيت مره اخرى، هسه هل الكالسيوم جلوكونيت له اي افكت على البوتاسيوم ليفل؟ كالسيوم جلوكونيت هل له اي افكت على البوتاسيوم ليفل؟ الجواب لا. كالسيوم جلوكونيت فقط هو كاردو بروتكتيف، بس بمنع الارثميا، بس بمنع الايش؟ الارثميا. واضح النقطه؟ طيب طيب نيجي للسؤال البعدي، سؤال 28. 28 year old junior doctor has been complaining of headache for the last 24 hour. It started gradually intensifying slowly and involving the entire cranium, but over the last couple of hours, آخر ساعات, has noticed that turning her head, يعني انها تلف راسها صار عندها uncomfortable, مش مرتاح، يعني عندها ألم زي كأنه لما تلف راسها. She feels generally unwell and prefer to lie in the dark room. يعني عندها photophobia. Her sister had noticed that she seems irritable. On examination, she exhibit photophobia and there is neck stiffness. إذا هذا picture of meningism أو meningitis like picture. There is no pebble edema. ما عندها pebble edema. Close examination of her skin reveal no rash. ما عندها rash. Kerning sign negative كان عندها. Lumbar puncture هذا مهم جدا. Reveal low protein, normal glucose and lymphocytosis. شو رايكم بالبكتشر هذا؟ بكتشر اوف مننجاتس، واتس ذا موست لايكلي كوز؟ موست لايكلي ديجنوز بحكي لك فايرال مننجاتس، مايجن هيديك عندها، فايرال انكفالاتس، بكتيريال مننجاتس تي بي، انا الاغلب فايرال ولا لا؟ سؤال ستريت فورورد هذا. فايرال، كيف عرفنا؟ من ال بي بكتشر، لو بروتين، نورمال جلوكوز اند ليمفوسايتوزس، هذا كله جاي مع ايش؟ مع فايرال مننجاتس. واضح؟ بكتشر اوف فايرال مننجاتس.
طب لو كان طلابنا كان في عندنا سكن راش، كان عندنا اكيموزس او بيربريك بيربريك سكن راش، وكان البروتين فيري هاي والجلوكوز لو والنيتروفيلوزس، ايش هاي بتكون؟ تكون بكتيريال. على الاغلب شو هو كونه عندها سكن راش، عندها بيربريك سكن راش، شو نوع البكتيريا اللي بيعمل بيربريك سكن راش؟ بيعمل اكيموزس وبليدنج، اللي هو منينجوكوكل، صح ولا لا؟ منينجوكوكل، منينجوكوكل اللي هو نسيريا منينجوكوكس. طبعا السؤال 29، سؤال قبل الاخير، 18 year old man present with general malaise and lethargy for the last 2 weeks. malaise تعب عام and lethargy last 2 weeks. he denies يعني بنكر اي weight loss and has maintained good appetite. appetite عنده normal. on examination there is no abnormality except for sacral edema and polyphonicwheezus. يعني عندنا edema sacral، عندنا polyphonicwheezus. urine dipstick is boosted for protein plus 3. وهذا اذا عندنا بروتينوريا. يورين اناليسيس شو بروتين 3.5 جرام، اذا في عندنا هيفي بروتينوريا 3.5 هاي هيفي او ماسف. عندنا فاتي كاست، عندنا فاتيوريا او ليبيدوريا بسموها، واضح. بلود تيست شو كوليسترول 350 ملغ بالسليتر، اذا عندنا هاي كوليسترول. البومين 2.5، عندنا لو البومين. والبلود بريشر نوعا ما نورمال 120/80. شو هاي المانيفستيشن أو اللابوراتوري والكلينيكال بيكتشر؟ consist with what؟ consist with nephrotic syndrome. واضح؟ متلازمة النيفروتيك syndrome، واضح؟ ليش؟ الكراتيريا واضحة، عندنا هايبر ليبيدينيا، عندنا هايبو ألبومينيميا، عندنا إيديما. أنا دائما بحفظهم للطلاب زي هيك، بحكي لهم H2OMPR 3.5 صح، ونورمال كيفت بحكي لهم دائما، كيفت نورمال، كيفت نورمال، النورمال بلاد بريشر كمان بحكي لهم. اتش الاولى اللي هي هايبر ليبيديميا، الاتش الثاني هايبو البومينيميا، الاو ايديما والمريض عنده ايديما، عنده سايكل ايديما، ام كابيتال ام اللي هي ماسيف بروتينوريا اكثر من 3.5 والمريض عنده البروتين 3.5، والنورمال كيفت بيكون نورمال بلاد بريشر بيكون نورمال. اذا هو نفتح بحكي لك بيزد اون جيفن كلينيكال كيس سيناريو واتس ذا موست لايكلي كوز of the patient symptom. انتبهوا طلابنا، بسألك عن الكوز، سبب السيمتوم اللي عند المريض، حط لك بالخيارات نيفريتك سندروم، نيفروتك سندروم، بوست اوبتيكال هيمونيفراتس، اي جي نيفروباثي، مينيمال تشينج، مينيمال تشينج ديزيز او مينيمال تشينج هيمونيفرات. شو رايك طلابنا؟ هاي النقطة بدي انا انبهكم عليها، انه لما تقرا السؤال اعرف السؤال، اقرا اعرف شو بده من السؤال. هو كاتب لك بده موست لايكلي كوز، السبب الاعراض اللي عند المريض. شو رايكم؟ راح معظم الطلاب شو راح يجاوب السؤال هذا؟ راح يجاوبوا السؤال انه الجواب ايش؟ انه نيفروتك سندروم. هل النيفروتك سندروم يمثل سبب للاعراض اللي عند المريض؟ هل النيفروتك سندروم هو ديزيز؟ هل هو النيفروتك سندروم هو ديزيز؟ ولا هي كلينيكال اند لابوراتوري بيزد فايندينج او لابوراتوري فايندينج؟ النيفروتك سندروم والنيفروتك سندروم هم ليسوا ديزيز، هم مش مرض، هم عبارة عن مجموعة من الأعراض والعلامات التي تترافق مع بعضها. هل هو يعني هو باثولوجي النيفروتك سندروم، أو يعني هل هي هل بإمكاننا كسبب للأعراض اللي عند المريض نحكي أن النيفروتك سندروم هو السبب؟ الجواب إيش؟ جواب خطأ. إذا الجواب هو مش نيفروتك سندروم. شو الجواب موست لايكلي لما مريض زي هيك؟ لاحظوا 18 years old، يعني هذا بعمر، هذا young adult. شو الموست كومن كوز اوف نيفروتك سندروم عند اليانج ادلت او عند الشيلدرن؟ موست كومن كوز عند الاطفال وعند اليانج ادلت شو هو؟ هو ال ايش رايكم؟ طلابنا شو رايكم؟ في طلاب بيحكوا انه دي اي جي ان، الاي جي ان شو بتعمل؟ نفرتك ولا نفرتك؟ حدا بيعرف؟ الاي جي ان شو بتعمل؟ تعمل نفرتك، ترى تعمل نفرتك، فالاي جي ان في خطا. البصر بتوكل اصلا شو بتعمل كمان؟ بصرتك بتعمل كمان نفرتك، حدا بتعرف انه بتعمل نفرتك كمان؟ نفرتك، واضح نفرتك. الجواب هو مينيمال تشينج ديزيز، مينيمال تشينج هيمونوفلاتس، مينيمال تشينج هيمونوفلاتس هو موست كومن كوز اوف نفرتك سندروم عند الاطفال وعند اليانج ادلت، عند اليانج ادلت، واضح. مينيمال تشينج هيمونوفلاتس از ذا موست كومن كوز اوف نفرتك سندروم عند الشيلدرن وعند اليانج ادلت، واضح النقطة ولا؟ ننتبه نفرتك سندروم ريبريزنت كلينيكال اند لابراتوري فايندينج، وليس او هم ما نعتبرهم مرض او هم السبب للاعراض اللي عند المريض، لذلك نفرض تشنجر هنا خطا انه حط الجواب، لازم الجواب ينحط مينيمال تشينج هنا.
هسا عشان تبيكم فارق 100%، شو لازم تعمل عشان تتأكد 100% إن عندك مينيمال تشينج فاتس؟ شو لازم تعمل؟ بس هذا ما بنعمل روتينلي، لازم المريض نعمل له كني بيبسي، ولكن هل احنا نعملها روتينلي؟ ما بنعملها روتينلي، لانه البكتشر مره واضحه جدا انه المريض عنده نفرتك سندروم والموست لايكلي عنده مينيمال تشينج ديزيز. واضحه النقطه ولا لا؟ طيب اذا بدي اعمل كونفرميشن بدي اعمل بي اف سي، ولكن احنا ما بنعملها روتينلي، ما بنعملها روتينلي. علاجه هذا شو علاجه؟ حدا بيعرف شو علاجه؟ فيرست لاين او الموست ابروبريت تريتمنت ستيرويد. ستيرويد هو العلاج، ستيرويد لانه ستيرويد ريسبونسيف المينيمال تشينجز. اخر سؤال وننهي المحاضره. 16 year old man is recently diagnosed with type 1 diabetes and attend to your clinic to ask about possible complication in the future. عمره 16 سنه، شخص حديثا بتايب 1 diabetes، اجى عندك على العياده بيسالك عن الفيوتشر كومبليكيشن، شو الكومبليكيشن المتوقعه او يتثقف في الدي ام تايب 1. He mentions an uncle اللي هو عمه او خاله who has end stage renal disease due to poorly controlled DM. يعني هو شو دفع هذا الشيء انه يعمله؟ انه خاله او عمه كان عنده DM وصل لمرحله end stage renal disease، تخيلوا. لذلك هو بده يسال عن البروفيلاكسس، بحكي لك about the best way. هو انكويرز بيسال عن البيست واي اوف بروفيلاكسس اوف diabetes induced renal impairment اللي هي diabetic nephropathy. بده حاول يتجنب يوصل لهي المرحلة اللي هي diabetic nephropathy. All of the following are correct approach to prevent diabetic nephropathy except. إذا هنا فكرة السؤال هذا سألك سألين عن diabetic nephropathy وعن الوقاية منها. بحكي لك compliance with oral anti-hyperglycemic agent or and insulin. إنه يكون compliance مع أدوية الدي ام. الأورال أنتي هايبرجلاسيميك إيجنت إنسولين. هسا كونه دي ام تايب 1 غالبا راح يكون ماشي على ايش؟ على إنسولين أكيد. مش راح يكون ماشي على ايش؟ على أورال أنتي هايبرجلاسيميك إيجنت. شو رايكم؟ هذا الكومبلينس على الادويه شو حيعمل؟ راح يعمل جود كنترول للجلوكوز ولا لا؟ جود كنترول للجلوكوز ولا لا؟ اكيد راح يعمل جود كنترول للجلوكوز، وهذا الشيء بيمنع الكومبليكيشن. انتنسيف بلاد بريشر كنترول، نعمل كنترول بلاد بريشر، ولازم نحافظ على بلاد بريشر بلو التارجت تبع المرضى اللي عندهم دي ام وعندهم هايبرتنشن، اكيد صحيحه. انتنسيف بلاد جلوكوز كنترول يعني نعمل جود كنترول للبلاد جلوكوز، صحيح. دايتري كربوهيدرات ريستريكشن، دياتري كربوهيدرات، هل دياتري كربوهيدرات ريستركشن له اي دور؟ هل دياتري كربوهيدرات ريستركشن له دور؟ هل اصلا دياتري كربوهيدرات ريستركشن له اي دور في الديام تايب 1؟ يعني هل بالدايت تبع الديام تايب 1 احنا بنصحه ان نعمل ريستركشن للكربوهيدرات؟ جواب لا، ما لهم. هذا الكربوهيدرات ريستركشن له فائده في الديام تايب 2، وحتى الفائده له كوشنبل، مش كثير واضحه. في الديام تايب 1 ما في اي رول للكربوهيدرات ريستركشن. طب الريستركشن ايش بالدايت؟ لازم بيساعد في الوقايه من الديابيتك نفروباثي، يعني هذا اندر ستدي لسه. هو اللي هو البروتين ريستركشن اند فات ريستركشن، اللي هي الليمت ريستركشن اند بروتين، يعني نقلل البروتين ونقلل الفات. هذا لسه اندر ستدي، يعني ما في سترونج ايفيدنس عليه، ولكن في عليه بوادر انه له فوائد. اللي هو البروتين، ان نقلل البروتين ونقلل الفات، بس مش الكربوهيدرات. AC inhibitor administration أفضل أصلاً، the best pharmacotherapy to prevent diabetic nephropathy. من هو the best pharmacotherapy؟ AC inhibitor، أكيد كلكم تعرفوا. فالجواب هو خيار دي، باقي الخيارات كلهم هي الطرق للوقاية، خيار دي هو الجواب. واضح النقطة ولا لا؟ بحكي لك prevention of diabetic nephropathy is crucial، إشي مهم. tight control of diabetes، blood pressure control treatment، تستركي يكون أقل من 130، reduction of proteinuria، انه نقلل البروتينوريا. كيف نقلل البروتينوريا؟ نقلل البروتين بالدايت، احد الطرق. تريتمنت وذ دراج اللي هو الاس انبتر، اللي هو الدراج اللي بتعمل انهبيشن للرينين انجيوزين هيدروسيرون سيستم، وذ بريفنشن اوف ديلي بروجريشن اوف ديابيتيك كدني انجن. واضح النقطة ولا لا؟ التارجت بلد بشر لازم يكون 130 على 80، لازم اقل من 130 على 80 للمرضى اللي عندهم دي ام وعندهم هايبرتنشن. واضح النقطة ولا لا؟ طيب كويستشن 24 دكتور محمد بيسال عن كويستشن 24. كويستشن 24 question 24 اتوقع هي 24 هذا هو سؤال 24. بيحكي لك عن السيفير اورتيك سينوز. السؤال شو السؤال دكتور محمد؟ مريض عنده سيفير اورتيك سينوز، عنده ضيق شريان في الصمام الابهري، الصمام الابهري هي القلب، الصمام الابهري اللي هو ما بين الليفت فنتريكل وما بين الاورتا، تضيق الصمام هذا سيفير درجه شديده، شو اعراضه وعلاماته السريريه؟ الوايد بلس بريشر، وايد بلس بريشر انه وايد بس بشر طلابنا، يعني لما البولس بيكون السيستول بلد بشر فيري هاي والديستول بلد بشر بيكون فيري لو، هذا معنى وايد بس بشر. بيكون السيستوليك هيو سيستوليك بيكون فيري هاي والديستوليك ديستوليك بلد بشر بيكون فيري لو. هذا الشيء كاركترستيك للاورتيك ريجرجيتيشن وليس الاورتيك سينوز. الاورتيك سينوز بالعكس بيكون السيستوليك لو والديستوليك هاي، بيكون زي هيك.
يكون السيستوليك لو والديستوليك هاي. هذا يسموه نارو بلس بريشر، نارو بلس بريشر. اما هذا يسموه وايد بلس بريشر. هذول الويف فورم وين ناخذهم؟ لما نحط احنا ارتيريال كانولا بالارتري بالريد الارتري ونوصلهم مع المونيتور نعمل شيء ايش اسمه انفيزيف بلاد بريشر مونيتورنج. المريض عنده ارتك ستنوزس بيجي عنده الويف فورم زي هيك، اما المريض عنده ارتك ريجرتيشن بيجي عنده الويف زي هيك، بيكون الويف هاي بعدين بينزل فجاه هاي بعدين بيجي فارسون وايد بلس بريشر. واضح؟ هذا الشيء مش بيصير هو شيء ريليتد للميكانيكال او للباثوجينيزس للارتك ستنوز تضيق صوابع الابهي او ارتخاء الصمام الأبهري اللي هو ارتيكولاريزيشن، يعني له ميكانيزم وله باثوجينيس خاص فيه، يعني مش الوقت الحالي اللي اشرح شو الميكانيزم تبعه. يعطيكم الف عافيه، اسف على الاطاله. الاسئله برجع بذكركم مش الاسئله مش 100% زي هيك، افكار الاسئله اجت زي هيك، يعني الافكار الاسئله اجى عن الدايبتك نفروباثي والوقايه منها، اجى عن السبارو الكترون سايد افكت الهايبركاليميا، اجى عن اي سي جي تشينجز في الهايبركاليميا، اجى عن التريتمنت الهايبركاليميا. هاي هي الفكره، هاي هي الفكره. الاسئله وكل اسئلتنا احنا لعاملينها من قبل كلها نفس الشيء. واضح النقطه ولا الأسئلة مش هي 100% أو مش هي نص حرفي. يعطيكم ألف عافية، نتقابل إن شاء الله غدا بآخر مراجعة مع جماعة الأطفال في التوفيق إن شاء الله. في الوقت الحالي وقت ركزوا على المراجعات، أي حدا بده أكسس المراجعات إذا ما عنده مراجعة كان ما نعمل له أكسس أو نبعث له إياها نعمل له شير، يبعث لنا بس على الفيسبوك أو الواتساب. في مراجعات سريعة مدة 8 ساعات لكل مادة، وأي حدا بده الأسئلة أسئلة زي هاي المناقشات تبعات الأسئلة تبعات الدورات السابقة كمان موجودة متوفرة، بس ابعثوا لنا. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.